تفضل يا ترابي، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني يسعدني ويشرفني بصفتي أولا تواجدي كممبر في البورد بتاع الجيفس اللي بشرف بالانتماء لها مع مجموعة من أساتذتي وزملائي، وبشرف النهاردة بتواجدي في الويبينار بصحبة أساتذتي الأفاضل وزملائي الأستاذ الدكتور محمد إمام فرغلي، أو نبدأ بليدز فيرست، الأستاذة الدكتورة دينا إسماعيل عطية، استاذ الكبد والجهاز الهضمي بكليه الطب بني سويف ورئيس القسم، الاستاذ دكتور محمد امام فرغلي استاذ الكبد والجهاز الهضمي بكليه الطب جامعه الزقازيق، والاستاذ دكتور رفعت النجار استاذ الجراحه العامه وجراحات السمنه المفرطه بكليه الطب بنها، او جراحات السمنه ان جنرال يعني بطب بنها. بسعد بتواجدي معاهم ومع زمايلي بقى اللي موجودين كابتنديز خلال ويبينار، واللي ان شاء الله في الموضوع بتاعه هنكفر يعني حاجه هوت توبيك الموضوع الايام دي، يعني كل ما له علاقه بالاوفر ويت والسمنه والفاتي ليفر اند الميتابوليك سندروم، واللي هي اعتقد هتبقى الايرا الجايه في يعني شركات الادويه كلها بعد ما حصل ايراديكيشن مور اور ليس يعني للهيباتيتس سي في مصر، بقى الاتجاه ناحيه الحاجات الميتابوليك، ودي هتبقى يعني اعتقد صراع شركات الادويه الان والمستقبل القريب هيبقى في كل الايرا دي. فان شاء الله تعالى يعني نستفيد كلنا من الويبينار، وانا اول واحد هستفيد من تواجدي في هذا الويبينار يعني. فنبدا ان شاء الله تعالى، هيبقى في صوره انتراكتيف سيشن، في اسئله كثيره كان زملاء بعتوها لنا، هنحاول من خلال اساتذتي الرد عليها والاجابه عليها، وندخل في نقاش بقى يعني الراي والراي الاخر وما يستجد من اسئله اثناء الحوار. نبدأ بأستاذ الدكتور محمد إمام فرغلي، هيقول لنا هو معنوان المحاضرة Obesity and Liver Disease، فإحنا هنحاول نكفر مفهوم الأوبيزيتي، How to assess obesity، الريفليكشن بتاع الأوبيزيتي على الليفر ديزيز، الأوبيزيتي itself is it يعني هل كل مريض أوبيز، هل كل إنسان أوبيز لازم يكون سيك، ولا في مجموعة healthy أوبيز؟ طب الجولد ستاندرد عشان اسس الاوبيستي، اوقات بنلاقي واحد مثلا رياضي جسمه عضلات وبادي بيلت قوي، وهنلاقي البادي ماس اندكس بتاعه عالي، طب هل ده نعتبره اوبيز؟ في حين واحد تاني هنلاقي جسمه رفيع بس جسمه مترهل، الانتيتي بتاعت اللين مافلد هنتعامل معاها ازاي؟ وهكذا الادويه اللي بدات تنزل في الاسواق لعلاج الفاتي ليفر ازاي هنتعامل معاها؟ هل نتعامل معاها بصدر رحب ولا بنوع من الريبه والحذر؟ الجزء الاكبر بقى بعد كده ان احنا العيان اللي تفشل معاه الطرق العلاجيه، الجزء الجانب الجراحي اللي هو ممكن يكون بعيد عنا شويه، هنستعين بقى بخبرات الاستاذ دكتور رفعت النجار، امتى الجا لبالون المعده؟ امتى ابدا للبارياتريك سيرجريز؟ البريورتي بتاعت البارياتريك سيرجريز اختار ايه الاول واختار ايه اللي بعده؟ الكومبليكيشنز اللي هتحصل اند سو اون. فده مقدمه كده، قلت حتى نستهلك وقت على بال ما لو في زملاء هيدخلوا معانا تاني من الاتنديز، وهبدا بان انا اوجه السؤال لاستاذ الدكتور محمد امام فرغلي، زي ما قلنا استاذ الكبد والجهاز الهضمي بكليه الطب جامعه الزقازيق. حضرتك هتقول لنا دكتور محمد انترودكشن عن الاوبيزيتي بمفهوم الاوبيزيتي، وازاي اسس هل البادي ماس اندكس ما زال اكيوريت دايجنوستيك تول، وايه البدائل بتاعته اللي ممكن تكون مور ابليكابل، وحاجه تقول لنا يعني علاقتها ايه في بالباثوجينز بتاعت الفاتي ليفر. فمبدئيا تفضل حضرتك معاك الميكروفون. طب السلام عليكم. في البدايه انا بشكر طبعا دكتور عباده اخويا العزيز يعني، والدكتور وافي بيه على الدعوه الكريمه دي، ويمكن انا اول مشاركه ليا مع حضراتكم، لكن باذن الله ما تكونش الاخيره يعني ان شاء الله. باذن الله يعني التوك النهارده يعني توك شيق جدا، وفي كلام يعني جميل حقيقي، والدكتور عباده سال شويه اسئله، انا بحاول بس اعمل شير للسكرين دي واحده. معلش النت بطيء شوية بس. طبعا احنا موضوعنا هيكون على الأوبيسي والليفر،
يعني احنا فعلا في كاتاستروفي اللي من دول او في العالم كله بالنسبه لنسبه الاوبيسي في العالم. اما احنا نقول ان في 2000 كان الاوبيس بيشنت كان حوالي 100%، دلوقتي في 2017 بقوا 42%. السيفير اوبيس او الموربيد اوبيس بيشنت كان 4.7 او 9.2. فما نقول ان لغايه دلوقتي كومبيرد النورمال ويت الاوبيس بيشنت عنده 3.5 فولد انكريز ريسك فور ديفلوبينج نافل، نيرلي 80% اوف اوبيس بيشنت ويل بروجريس تو نافل ديسبايت حوالي 10 الى 40% اوف نافل دوكير ان ذا نورمال بودي ماس اندكس بيشنت ذات كولد نان اوبيس نافل، ميني اوبيس بيشنت اور ايفن موربيد اوبيس بيشنت ويل نوت بروجريس تو نافل. يعني القصة إن إحنا عندنا دلوقتي حوالي one in every third person all over the world have NAFLD, about 20% of these patients will develop NASH and will progress to steatosis أو steatohepatitis and maybe fibrosis. الكويتشن اللي سأله الدكتور عبادة ذي why not all obese patients develop dysfunction، وإحنا نجاوب برضو على جزء من السؤال الثاني ليه large patient may have large belly without fatty liver وليه patient may be fatty liver without large belly. هو obese يمكن الدكتورة إن شاء الله هتكلمنا على definition of obesity، لكن إحنا كنا دايما بنعتمد على الـ BMI، والـ BMI إحنا كنا بنقول أقل من 18.5 underweight، من 18.5 لغاية 25 يبقى normal weight، الـ obese فوق 30. لكن إحنا لما نشوف الصورة اللي عندنا على الشمال ده الراجل اللي هو الرياضي ده عنده الـ BMI 35 وعلى الرايت ده الـ BMI 18. مين فيهم الأوبيس؟ الأوبيس الـ BMI يعني defective measurement للأوبيسيتي، لأنه ما بيخشش ما بيدخلش في الاعتبار البودي كومبوزيشن إذا كان ده مصل ولا فات، ما بيخشش في الاعتبار كمان الديستريبيوشن بتاع الفات، هل ده سبكوتينس فات ولا هل ده فيسرال فات. الـ BMI relatively than accurately measured the fat mass cannot define the excess fat accumulation or function. عندنا حاجة مهمة قوي في الـ BMI ما قدرش برضو يحدد بيها الفيسرال obesity إذا كان الـ obesity نتيجة فيسرال obesity ولا لأ. تاني حاجة بقى عندنا ميجر يمكن إحنا اتكلمنا عليه مع دكتور عبادة قبل كده، حاجة مهمة قوي يمكن الـ BMI ابتدت تطلع من البرامتر بتاعة assessment بتاعة الـ obesity، دخل برامتر جديد اللي هو الـ waist to high ratio، وحاجة simple جدا بنقيس الـ waist وبنقيس الـ height بتاع الـ patient ونقول لو الـ waist to high ratio أكتر من 50% يبقى الـ patient ده عنده obesity. وعندنا كريتيريا بتقول لو 42% برسنت ده 42% يبقى اقل من 42% يبقى ده اندر ويت، من 42 48 يبقى ده هيلثي ويت، من 49 57 يبقى ده اوفر ويت، 58 يبقى ده اوبيس. الويست سيركمفرنس والبودي ماس هم اكتر حاجتين بيستخدموا، لكن حديثا ابتدى الويست هاي ريشيو، وقالوا ان الويست هاي ريشيو سترونج بريدكتور للنافل وسترونج بريدكتور للسيفيريتي بتاعه النافل، وممكن كمان في الفايبروزيس، وسترونج بريدكتور حتى للدايبيتس والهايبرتنشن والهايبر ترايجليسيريديميا. السؤال اللي ساله الدكتور عباده بيه واي نوت اول اوبيس انديفيديوال ديفولب ميتابوليك ديسفانكشن، او كل ليه مش كل الاوبيس بيشنت ديفولب ميتابوليك ديسفانكشن. احنا عندنا حاجه مهمه قوي، عندنا حاجه اسمها متابوليكلي فانكشن هيلثي ادبوس تيشو، ممكن يبقى البيشنت اوبيس لكن عنده متابوليك هيلثي اوبيس اللي هو ام اتش او، عنده الفات ماس كبيره جدا، الاكتوبيك فات قليله لكن الفات ماس عموما عاليه، العيان ده عنده انسولين سنسيتيف ما عندوش انسولين ريزيستنس زي العيان اللي عنده فات ماس كبيره والاكتوبيك فات كتيره، وبرده العيان اللي عنده لايبودستروفي اللي هو اللي احنا شفناه على الصوره على اليمين اللي هو السن او اللين بيشنت ده عنده الفات ماس قليله لكن الاكتوبيك فات عاليه، العيان ده غالبا عنده برده انسولين ريزيستنس. اللي احنا عندنا تو جروب اوف ذا اوبيس بيشنت، ممكن نقول ميتابوليك هيلثي اوبيس وميتابوليك ان هيلثي اوبيس ام اتش او وام يو او. الميتابوليك هيلثي اوبيس ده العيان اللي عنده سبكوتينوس فات اكتر من الفيسرال فات، وهنفهم ايه الرول بتاع السبكوتينوس والفيسرال. العيان ده عنده انسولين سنسيتيف كويس، عنده نورمال جلايسيميا، عنده ليبيد بروفايل كويسه، البلاد بريشر كويس، وعنده مايل ريسك كاردو فاسكولار
ريسك. العيان ده غالبا بيبقى عنده مودر ريسك ان هو يديفلوب نفل، لكن العيان اللي هو الهاي ريسك اللي هو عنده الفيشرال اوبيستي اكتر من سبكتينوس اوبيستي وعنده الكرايتيريا بتاعه الميتابوليك سندروم، حوالي 10 الى 30% من البيشنت اللي هم الاوبيس ممكن تبقى البي ام اي بتاعتهم اكتر من 31%، الفيشرال فات عندهم اكتر من 1.5 لتر، عندهم لو فات كونتنت وعندهم هاي اماونت اوف ليك فات، والليك فات والجلوتيوفيمورال فات دي بروتكتيف اجينست النافلد واجينست الناش، ودي حاجه مهمه حاجه مهمه. العيان اللي عنده ابر بودي اوبيستي غير العيان اللي عنده لوور بودي اوبيستي. الميتابوليك ان هيلثي العيان اللي هو البودي ماس اندكس اكتر من 31 هو اللي عنده هاي فيسرال فات وعنده هاي ليبيد فات هاي اماونت اوف ليك لو اماونت اوف ليك فات ولو كارديو فاسكولار فيتنس، العيان ده ريسكي جدا. يبقى عندنا رول اوف دي فيسرا الفات ده مهم جدا، والفيسرا الفات اللي هو مش الفات اللي احنا بنشوفه على الابدومين او السيركمفرنس بتاع الابدومين، الفيسرا الفات اللي هو موجود انترا ابدومينال زي الهومينتال ميزنتريك ريتروجونيال الكيدني جونادال اليوترس، كل دول ليهم اهميه انه ده بيستقبل الفات الزياده اللي بيبقى متخزن في السبكتينوس فات. واحنا عندنا حاجه مهمه قوي ان السبكتينوس فات ده ليه ثريشولد معين، كل بني ادم ربنا خلقه عنده ثريشولد معين للسبكتينوس فات بتخزن اي اكسترا انرجي في صوره فات، فبيزود عدد الادبوس سايتس بتبقى في البريفرال او في البريفرال او في السبكتينوس تيشو، على العكس من الفيسرال. الفيسرال الفات بيبقى حجمها بيكبر بيحصل فيها هايبرتروفي، فدي اول ما بتزيد الكميه بيبتدي يبعت الاكسس اماونت من السبكتينوس فات لاكتوبيك تيشو ونخش في الايه في القصه بتاعه الاكتوبيك تيشو. العكس منها يمكن الدكتوره دينا اتكلمنا عليها الميتابوليك اوبيس نورمال ويت، يمكن ده من الحاجات اللي احنا بنفسر بيها للعيان اللي هو اللين او النورمال ويت ممكن يديفلوب نفل. الميتابوليك اوبيس نورمال ويت هو عيان نورمال ويت او اندر ميتابوليك كرايتيريا ثانيه، عنده انسولين ريزيستنس، عنده ليبيد بروفايل متعثره، عنده هايبرتنشن، ودول حوالي 20% من البيشنت. الميتابوليك اوبيس نورمال ويت عنده 3 فولد انكريز الاول كوز مورتاليتي، تايب 2 دايابيتس، كارديوفاسكولار ايفنت، مي اكسبلين هاي فراكشن اوف ذا بيشنت ونورمال بودي ماس اندكس اند لين نافل. البيرسونال فات ريشورد اللي احنا قلنا عليها ان كل واحد ربنا خلق له كباسيتي معينه في السبكتينوس فات، اما تتعدي الكميه دي يبتدي يبعت الفات الزياده على الايه على الاكتوبيك تيشو. الاوبيستي از ديو تو فات ان فات، احنا يعني هنعدي بسرعه عشان من فات اكسبانشن اسوشيتد وذ اوكيرنس اوف نافلد وايد فات اكسبانشن، لما يحصل اكسبانشن للسبكتينوس تيشو يحصل بروجريشن النافلد ويبقى بروتكتيف للنافلد. الصوره دي احنا دايما بنجيبها بنقول مين هنا اللي هو الاوبيس ومين هو اللي بروتكتد من النافلد. لو بصينا البيشنت اللي في النص دي اكتر واحده عندها فيمورال فات وعندها جلوتيو فيمورال فات، دي اكتر واحده بروتكتد لان الابر بودي فات ديستريبيوشن بتاع الابر بودي فات اللي هو موجود في الابدومين ده ليه رول في ان هو بيزود الانسيدنس اوف نافلد، وايل اللور بودي فات ليه بروتكتيف رول اجينست النافلد. برضو ممكن يكون برضو الجين انفولفد ان ذا ادبوس ديفرنشيشن ليها دور، ليه واحد اوبيس بيجيله وواحد ما بيجلوش. تاني حاجه النافلد ممكن يبقى هيريتابل ديزيز، ممكن واحده اوبيس وعندها استعداد لان هو يحصل يعني يكون عندهم فاميلي هيستوري، وده في حوالي 70% من البيشنت، وده يعني نقدر نفسر بيه ليه اوبيس بيشنت بيجيله وليه اوبيس بيشنت ما بيجيلوش. يعني اعتقد ان لو في اي اسئله ثانيه في الجزء ده الدكتور عباده يتفضل. شكرا جزيلا دكتور محمد. ننتقل بالدكتوره دينا في السؤال اللي بعد كده في الانتيتي بتاعت لين مافلد او نافلد، هل وجودها هل فعلا دي نسبه بين عيانين نافلد نسبه ذات قيمه، والباثوجينيسيس ايه برضو بالنسبه لعلاقه الميتابوليك سندروم في العيانين اللين بالفاتي ليفر او الناش او وات ايفر المسمى. فاتفضلي يا دكتوره دينا. وطبعا دكتوره دينا انا سعيد بوجودها، ولما كانت بتقول
الو دكتور عبادة، احنا مش سامعين احمد، حضرتك. الو لي في يعني دكتور واحدة عبادة، بنتفق على الويبينار، قلت لحضرتك اول واحدة لازم تكوني موجودة، لان احنا لازم نجيب معانا حد سمارت مش معقول اوبيزي. شكرا لحضرتك يا دكتور عبادة، صوت حضرتك بيقطع بس. دكتور عبادة حضرتك معانا؟ هو اعتقد الكونكشن بس عنده حصل فيها يعني كده، يعني بيقطع شويه يعني. بس انا بتاني انت سمعتي السؤال يا دكتوره دينا ولا ايه؟ أنا سمعت السؤال تمام، اسف. حضرتك الأول. سامعيني؟ أنا مش متأكدة إن أنت سامعيني. سامعيني كده تمام؟ سامعين حضرتك يا فندم، اتفضلي يا دكتوره دينا. طيب، في الأول بسم الله الرحمن الرحيم، وأنا بشكر الدكتور عبادة ودكتور محمد على الدعوة الكريمة دي الحقيقة، وبشكركم جدا. والحقيقة الدكتور عبادة بيقول لي نحضر ال الويبينار، فقلت له طب احضر سلايدز، قلت له قال لي لا لا ما تحضريش، دي انتراكتيف سكشن، انا مش مح... انا الحقيقه مش هدخل بسلايدز، لكن خليني ارد على السؤال اللي الدكتور عباله ساله، وهو مجموعه اللين. الحقيقه انه الهيباتيك ستاتوزس في الادلت بتبقى الاول دايجنوزد يا اما بايمجينج تكنيك او بلاد باي ماركرز. وبتعتمد على ايه؟ بتعتمد ان احنا بنشوف عيان عنده، بيجي لك العياده بتشوف تبص عليه تلاقي عنده فاتي ليفر، بتعمل جريدنج للفاتي ليفر من جريد واحد او اثنين او ثلاثه، ذن بتبدا تشوف الانثروبومتريك ميجرز من بتاعت العيان، يعني العيان ده البي ام اي بتاعه قد ايه، الصوت وزنه وطوله. حضرتك الصوت كان سمعت؟ قطع شويه، ما اعرفش عند الكل ولا عندي بس. طيب حضرتك انا بيقطع على فكره الدكتور، عندك في ضعيف. سامعني؟ سامعني؟ نعم؟ سامعيني كده؟ تمام حضرتك الدكتور دينا، كويس اتفضلي كملي. هو الصوت كان بيقطع عند حضرتك يا دكتور عباده. الدكتوره دينا الصوت مشكلة. عندها كويس. اتفضلي يا مشكلة دكتور عباده، الصوت عندها كويس. تمام. نبدا ندايجنوز الميثود او الميتابوليك اسوشيتد فاتي ليفر ديزيز عن طريق يا اما العيان ده البي ام اي بتاعه اكتر او قد 25 كيلوغرام بير متر سكوير، او عنده تايب 2 دايابيتس ميليتوس. وفي الحالتين دول الحاله واضحه جدا، ده عيان ميثود معاه اثنين حاجتين واضحين جدا. اما العيان البي ام اي بتاعه اللي بيبقى اقل من 25 كيلوغرام بير متر سكوير، وده هو اللي بنسميه لين او نورمال ويت ميثود، بيبقى البي ام اي بتاعه قليل لكن عنده اثنين ميتابوليك ريسك ابنورمالتيز. بنبدا اولها زي ما قلت لحضراتكم، احنا بنقيس الانثروبومتريك ميجرمنت من اول الويست سيركمفرنس، اول ما العيان يدخل لنا نعرف البلاك بريشر بتاع العيان قد ايه. لو هو هايبرتنسيف، لو الويست سيركمفرنس عدى عنده، لو كان فيميل او ميل، لو الترايجلسرايدز بتاعته اكتر من 150، او الهاي دنسيتي كوليسترول اقل من 40 فور مان طبعا و50 فور ويمن، لو العين ده بري دايابيتس بنقيس طبعا الفاستنج بلاد شوجر والهيموجلوبين اي 1 سي، لو العين بنقيس الانسولين ريزيستنس، لو عينها عنده واحد من عنده الانسولين ريزيستنس عالي، او البلازما هاي سنسيتيفيتي سي ار بي اكتر من اثنين. لو العين اتجمع فيه واحد من الاثنين ميتابوليك ريسك فاكتورز وكان البي ام اي بتاعه اقل من 25، مش لازم يكون تخين خالص، عين شكله كويس جدا بس عنده الميتابوليك ريسك فاكتورز دي، اثنين ميتابوليك ريسك فاكتورز، العين ده بنسميه لين ميثود. طب هل العين ده ات ريسك؟ ايوه العين ده ات ريسك ان هو يديفلوب كل الكومبليكيشنز بتاعه العيان الميثود، الاوبيز ميثود وتايب 2 دايابيتس ميثود للاسف، على الرغم ان هو مش باين عليه اي حاجه، لان هو ات ريسك ان هو يداي من الكارديوفاسكولار كومبليكيشنز. طيب السؤال كان بيقول مين هم العيانين مفرد، وهو ده العيان اللين مفرد.
بس. دكتور عبادة حضرتك عندك سؤال تاني صح؟ أذكر شكرا جزيلا. بص حضرتك احنا دلوقتي بنقول شويه نقول مثل وشويه نقول نثل. طبعا الصوت بيقطع بس نظرا لان انا عارفه السؤال. فاحنا ليه بنقول نثل وبدانا نغير لنيو ديفينيشن مثل؟ الحقيقه ان نافل اللي هو النون الكوهوليك فاتي ليفر ديزيز ذا سبيكتروم اوف ديزيز بيبدا من البناين فاتي ليفر ديزيز بيبروجريس لستياتو هيباتايتس ويأند بفايبروزس وليفر سيروز. بس المشكله ان احنا لو بصينا كده هتلاقي في الفتره في الديكيدز اللي فاتت كلها دايما الديزيز ده مهمش. العين بيجي لك في العياده تقول له انت عندك شويه دهون، حتى العين بيقول لك يا دكتور انا عندي شويه دهون في الكبد ما فيش مشكله مش قلقان. لكن الحقيقه انه العينين دول البريفلنس اوف مافل دلوقتي او خلينا نقول الفاتي ليفر ديزيز از بروجريسنج ان هو يوصل الكوارتر بتاع الجلوب، ربع سكان العالم عندهم نافل او مافل او فاتي ليفر ديزيز اند اتس كومبليكيشنز ويس اسوشيتد complications مع الميتابوليك سيندروم. مش مشكلة لو كانت المشكلة بتقف عند هنا كان تمام، لكن الحقيقة أن العينين هات complications صوت حضراتكم سامعيني كده؟ الصوت كان قطع بس ورجع تاني دلوقتي. يعني هو اخر دقيقه بس يا دكتوره دينا كان الصوت راح لكن سامعين حضرتك دلوقتي، فمعلش ارجعي دقيقه بس كده في الكلام. تمام. ليه احنا دلوقتي في الديكيد الاخير او في اخر 3 سنين بداوا يفكروا انه ليه لازم نعمل redefinition للمثل؟ الحقيقة أنه على الرغم من أنه الديزيز موجود إلا أنه الديزيز بقى مهمش جداً وبقى كمان عبارة عن ستيجما. يعني إيه ستيجما؟ الحقيقة أنه الديزيز اسمه non-alcoholic fatty liver disease، يعني الديزيز له علاقة بالالكهول intake. إحنا في مصر يمكن المشكلة مش عندنا قوي، وإحنا بنكلم العيان بنقول له أنت عندك دهون في الكبد، لكن الحقيقه انه ديزيز ايفريوير لازق فيه الدوز بتاعت الكحول، والعيان بيتكسف او بيقول انا مالي انا مش بشرب الكحول انا ماليش دخل بالمرض ده. وعشان كده بدا السنتين او 3 سنين اللي فاتوا بدا يحصل تغييرات في تغيير مسمى الديزيز لميتابوليك اسوشيتد ليفر ديزيز، خاصه ان هم لقوا الستاديز كل الستاديز لقيت انه الفاتي ليفر ديزيز از كلوزلي باثوجينس اسوشيتد مع الميتابوليك فاكتورز. ولان دي حاجه مهمه جدا لازم كان يحصل اويرنس للبيشنت، مش بس للبيشنت وقبل البيشنت كمان الهيلث كير بروفيشنالز، احنا على مستوى الجي بيز وعلى مستوى البروفيشنالز الكارديولوجيست والاندوكرينولوجيست والدايتولوجيست، المجموعة دي كلها كان لازم يعرفوا أهمية الديزيز لأنه كل دي عبارة عن vicious circle ماشية مع بعضها. طب إحنا عايزين ما يبقاش فيه ستيجما، ما يبقاش الديزيز لازق في الألكول لأنه هو ليس له علاقة بالألكول الحقيقة. مش بس كده، لأن حتى تعريف الألكول انتيك اختلف على مستوى العالم كله، كل مجموعة ليها definition للألكول. في الآخر لو أنه حتى small intake of alcohol برضو على الرغم أنهم عاملين له تثبيت definition في بعض الأماكن إلا أنه هو ما فرقش خالص وبرضو بيأثر على الفاتي ليفر ديزيز. فإذن كان لازم يحصل redefinition من نافل لمسمى تاني يعبر عن الفاكتورز أو الباثوجينيسيس of the disease واللي هو الميتابوليك اسوشيتد فاتي ليفر ديزيز.
طب هل انا كده استفدت؟ استفدت ان حصل awareness لينا احنا بدأنا نهتم بالمرض اللي له consequences خطيرة جدا على مستوى العالم دلوقتي، وهو البروجريسيف بسرعة كبيرة جدا due to our lifestyle وحاجات كتيرة جدا pathogenesis كتيرة جدا ظهرت في الفترة الأخيرة. مش بس كده، عملنا بدأنا نعمل awareness للpatients نفسهم، بدأوا ياخدوا بالهم من عينهم. بيجي لك دلوقتي ما يقولش أنا عندي fatty liver، أنا عندي شوية دهون في الكبد وخلاص، لا، ممكن يبقى جاي شوية الآن لما حضرتك تفهمه حضرتك عندك consequences، حضرتك لازم مبدئيا تبدأ تعمل lifestyle modification لأن ده له أعراض جانبية كتيرة جدا. طب awareness، اكتفي بالawareness؟ لا، الhealth authority كان لازم يبقوا لهم تأثيره. طول ما احنا الدكاترة واحنا الهيلث كير بروفيشنالز مهمشين الديزيز، طول ما الهيلث اوثورتيز مش هتاخد اي ستيبس علشان تقلل progression of the disease and its consequences. تمام. طيب في حاجة ثالثة، في حاجة أخيرة وحاجة مهمة جدا الحقيقة، دي على مستوى الريسيرش. الريسيرش لازم الفند يجي لان احنا نعمل ريسيرش في مجال الفاتي ليفر ديزيز والميتابوليك اسوشيت فاتي ليفر ديزيز. وكل ما الديزيز كان مهمش وكانت مهمشه معاه الكونسيكوينسز بتاعته اتهمشت كمان او قل الفند، فان احنا نجيب له نوجد له الميديكيشنز المطلوبه. وزي ما كلنا عارفين لغايه دلوقتي الاف دي اي لم توافق على اي ميديكيشن لعلاج المافلد او المافلد او الفاتي ليفر ديزيز يعني its consequences، وده كان سبب من الاسباب تغيير المسمى من ناش او نافلد لمافلد او ميتابوليك اسوشيتد فاتي ليفر ديزيز. انا كده تمام، لو في حد عنده اي اسئله في الحته دي طبعا اهلا وسهلا. ودكتور عباده لو حاجه في سؤال تاني اعتقد. طب ننتقل الأول للدكتور إمام، رأي حضرتك هو ستاندردايز أو يعني ما شابه يبقى ما في كده صوت واضح؟ دكتور عبادة بيقطع شوية. دكتور عبادة كده بتبقى واضح، سامعني دكتور محمد؟ الصوت قطع تاني. الصوت قطع تاني. بعد الصوت فصل تاني بعد. بص يا ترى عبادة، حضرتك مش لازم تشغل الفيديو عشان لو السيجنال ضعيفة شوية يعني الفيديو ساعات بيخليها أضعف. حياك خليك صوت بس عشان نقدر نسمع حضرتك كده. طيب دكتور عبادة مش سامع حضرتك. دكتور عبادة دكتور عبادة الصوت طيب محمد. ايوه كده كده سامع يا دكتور عبادة، اتفضل. كده مسموع؟ اه كده مسموع بس الصوت في صدى صوت كده. شكل المافل ديسكريبشن، رأي حضرتك مافل أو نافل؟ أنا رأيي هي مشكلة في التسمية دكتور عبادة، يمكن من سنة 1845 من أول لما واحد اسمه أديسون اتكلم على إن في حاجة اسمها فاتي ليفر. من أيامها وإحنا كل شوية نخش في تسميات. هل الاسم هيفرق معانا كتير؟ الدكتورة دينا قالت إن يعني الميتابوليك مافل هو الاسم الأوقع لأنه شمل حاجات كتيرة، لكن برضو مهما كان احنا يعني حتى المفرد دلوقتي بيتقسم، ابتدوا يقسموه بعد ما دخلوا فيه الالكوهوليك بيشنت والعيان اللي عنده هيباتايتس سي والعيان اللي عنده اذر ليفر ديزيز غير ان هو بيور ستياتوزيس، ابتدى يقسموه لجروب تانية، قسموا مفرد ويز الكحول الكحوليك
بيشنت ومافلد النون الكحوليك بيشنت، وابتدوا يقسموه حتى يقول لك نافلد وزود ميتابوليك ديسفانكشن. ففي في ديسكريبنسي كتيره ومحتاجه ان احنا يعني يتحط فيها جايد لاينز. هل انا يعني هتفرق معايا ان انا اسمي مافلد او نافلد؟ انا اعتقد ان احنا برضو لازم هيبقى عندنا جروب اسمهم نافلد، العيان اللي هو كونسيوم اللي هو نون سيجنيفيكانت اماونت اوف الكحول اللي هي في الميل حوالي 30 جرام بير داي، وفي في الفيميل حوالي 20. ده العيان ده جروب غير العيان اللي هو الكحوليك. الكحوليك اذا كان هو هو يعني المقصود في النافلد ان هو دخل جروب كبيره فعايز يدكت اكتر عدد، لكن في جروب من البيشنت مزد مننا في العيانين دول، العيانين اللي هم المايلد ريسك، العيانين اللي هم عندهم مايلد ريسك اللي هو العيان اللي عنده فيب 4 اقل من 1.3، العيال اللي رغم ان هم ابتدوا يدخلوا جروب لين بيشنت يدخلوا برضو جروب منهم يحط كريتيريا للين بيشنت اللي عنده مافلد، لكن في جروب مزد ستيل مزد مننا في الكلام ده. فالتسميه فيها مشكله. طب انا رايي ان احنا برضو نخلينا برضو جروب مافلد مفيش مشكله، وجروب نافلد انا عايز العيان بتاعي ما عندوش اي ميتابوليك كرايتيريا من الحاجات اللي هو دايابيتك ولا هو اوبيس ولا هو عنده يعني ميتابوليك ديس ريجوليشن الدكتورة دينا قالت، يبقى ده خليني أنا أقول إن العيان ده نافلد. نافلد وما مش بنقول سيوم أي كمية من الكحول. ويمكن إحنا عندنا في مصر جروب ده هيبقى له برضو تسمية هنظل نحتفظ بيها، يمكن العالم بعد فترة يقول لا خلينا مافلد، لكن أنا رأيي لغاية دلوقتي مش هتفرق نافلد أو مافلد. أنا كبرت جروب اللي أنا بعمله سكرينينج ده صح، لكن مسد جروب تاني في اللي هم البيور نافلد، ودي حاجه مهمه. اعتقد ان يعني ده رايي انا، رايي الشخصي يعني. احنا دكتور عباده لا يا فندم، برضو راي حضرتك طبعا مهم طبعا. احنا وي دونت مس اني بيشنتس خالص، لان كل عيان معرض ان هو يحصل له بروجريشن ات اني تايم. حضرتك عندك حق طبعا. شكرا دكتور دينا. يعني دكتور عباد الصوت دكتور عباد عندك دكتور عباد عني أنا مش سامع دكتور عباد، مش سامعين. دكتور عباد مش سامعين. دكتور عباد احنا مش سامعين خالص. طيب بدا هل حضرتك تحب ان انا يعني اسال من الاسئله اللي هي كانت اوريدي مطروحه في الـ على الـ على الـ التليجرام وعلى الفيسبوك؟ هو للاسف والله احنا مش سامعين حضرتك خالص يعني. حتى بص يا دكتوره دينا ابتدت يعني ايه يعني تحاول ان هي تفك الشفره، انت عارف هم عندهم في السويس يعني اثار فرعونيه وكده، انا سامعين حضرتك هيروغليفي شويه. دكتور نجيب دي ممكن حضرتك تسمع الدكتور عباده وتنقل لنا ال... والله انا يعني بحاول يعني استخدم كل مهاراتي السمع، بس يعني أو ممكن حضرتك الدكتور عباده يكتبها لحضرتك على اللاب. يعني ممكن يكتبها وانا اقراها، يعني حتى اكتبها في الشات بوكس وانا هقراها يا عباد. يعني يعني هو انا الاسئله انا معايا اللي هتقوم لي واللي الناس بعتتها. يعني احنا كنا وقفنا خلاص دلوقتي عند النافلد اور النافلد، واعتقد ان احنا يعني هنبتدي بقى
لا برضه يا دكتور عبد، استاذنك اكتب في الشات بوكس وانا هقرا السؤال، يعني حضرتك اكتب لي في الشات بوكس وانا هقرا السؤال، عشان بس اكيد انت حضرتك مرتبه، فحضرتك اكتب لي في الشات بوكس وانا هقرا السؤال. طيب اوكي، طيب انا هسال، انا معلش بعد اذن حضراتكم السؤال بعد كده، اعتقد الدكتور رفعت جه معانا. معاك ان شاء الله. طيب، هو دلوقتي يعني الدكتور عباده يعني كان في سؤال جاي بيقول ازاي نقدر نختار ما بين البارياتريك سيرجنز، يعني ازاي اين احدد ان ده محتاج بارياتريك سيرجري اصلا ولا لا، وامتى يعني نقول ان ده عيان جو يلا فور بارياتريك سيرجري. والمعلومه او السؤال الثاني او كماله السؤال، طيب خلاص اوكي ده انديكيتد خلاص فور بارياتريك سيرجري، هنعمل له ايه بقى؟ نعمل له بقى يعني باي باس، ولا هنعمل له سليف، ولا هنعمل له ايه، ولا ايه يعني؟ ده السؤال، اتفضل يا بيه. السلام عليكم جميعا. هو بالنسبه طبعا حضرتك الاساتذه الكرام اتكلموا بالنسبه للجزء الميديكال كرايتيريا بقى اللي هو الجزء الطبي اللي يخصكم. بالنسبه للسلكشن كرايتيريا بتاعتنا، هو العوامل المحدده الرئيسيه بالنسبه لينا هو البودي ماس اندكس. طبعا هو انا عارف ان هو رف كرايتيريا اكتر من الويست سيركمفرنس، يعني الويست سيركمفرنس في الافكتيف في اللينك بتاعته بالنسبه للكوموربيديتيز اعلى، بالنسبه اعلى من البودي ماس اندكس. انا مش عارف الصوت واصل كويس ولا لا. واصل يا بيه، سامعين حضرتك، اتفضل. يعني اللينك اللي بين الويست سيركمفرنس بالنسبه للكوموربيديتيز بتاعت الاوبيستي خصوصا على الكارديو فاسكولار ديزيز والهايبرتنشن والديسليبيديميا اعلى بكتير من الريليشن، يعني يعتبر البودي ماس اندكس رف انديكيتور بالنسبه للويست سيركمفرنس. بالنسبه للمحددات الرئيسيه بتاعتنا لما بنيجي نختار نسلكت البيشنت، هو احنا الاول الاوبستي اوبريشنز اللي احنا بنعملها هي بتتقسم لثلاثه مين كاتيجوريز. اول حاجه الريستريكتيف اوبريشنز اللي انا الغرض منها ان انا بصغر حجم المعده، وعلى الطب بتاعتها طبعا السليف جاستريكتومي، وطبعا في عمليات اللاب باند اللي هي طبعا بتندثر دلوقتي، والفيرتيكال باند جاستروبلاستي برضو شبه اباندنت دلوقتي. يعني التوب ليدر بالنسبه للعمليات ديت هي السليف جاستريكتومي، ان انا بحول السمك لبنانا لايك. بالنسبه لي في مال ابزوربتيف اوبريشنز، ودي برضو يعني بقت هيستوريكال اوبريشن، بعمل اليو اليال باي باس، يعني انا بعتمد على المال ابزوربشن بس از سنجل ميجر ان سنجل بروسيدور ان فور ويت لو. في ميكسد بروسيدورز بقى، وديت التوب ليدرز طبعا الجولد ستاندرد اوبريشن عندنا بالنسبه للموربدلي اوبيس بيشنت هي الرو ان واي جاستريك باي باس، وطلع يعني شويه موديفيكيشنز بقى بحيث ان هي تقلل الموربيديتي بتاعت الاوبريشنز ذات نفسها، لان هي لينسي اوبريشن، فطلع من الموديفيكيشن من رو ان واي جاستريك باي باس ان احنا بقينا نعمل الساسي، طبعا حضراتكم تسمعوا عنها اكيد، والميني جاستريك باي باس. طبعا الرو ان واي جاستريك باي باس هي بالنسبه للشكل اللي موجود هو تاني صوره، يعني الصوره الثانيه اللي موجوده في الصوره اللي انا عارضها ديت. الموديفيكيشن بقى بالنسبه للساسي ان انا بعمل سليف ذات نفسها وباخد لوب على بعد 1.5 متر واعمل له انستموزس، بس بعمل سنجل انستموزس مش رو اون واي لوب. بالنسبه لي الميني جاستريك باي باس هي برضو بعمل برضو سليف اكني عامل سليف، بس بعمل كومبليت ترانسكشن وبعمل برضو انستموزس اكني عملت ساسي. يعني الفرق بين الساسي وبين الميني جاستريك باي باس ان في الساسي انا بسيب الاستومك ان كونتينيوتي، في الميني جاستريك باي باس بعمل كومبليت ترانسكشن. ده يعني انا دلوقتي بالنسبه للاوبريشنز عندنا ريستريكتيف اوبريشنز، عندنا مال ابزوربتيف اوبريشنز، وعندنا الميكسد اوبريشن. اكتر عمليتين بيتعملوا طبعا هو السليف في الريستريكتيف اوبريشنز وهي جولد ستاندرد برضو،
والرو ان واي جاستريك باي باس. طبعا وقتي بعمل سليف وبقتي بعمل الرو ان واي جاستريك باي باس. هو اللي كان واخد الايرا بالنسبه للموربت الاوبيس بيشنت حتى بالنسبه للامريكانز هو كان الرو ان واي جاستريك باي باس، وكانت السليف سليف جاستريكتومي كانت بتتعمل كفيرست بروسيديور لحد 2010 كده، ان هي بالنسبه للاكستريملي اوبيس بيشنت، البيشنتس اللي هو المودي باس اندكس بتاعه معدي 60، فعشان رو ان واي لينسي اوبريشنز عشان اقلل الريسك بتاعت العيان، فكنا بنعتمد على حاجتين، ان انا اعمل له جاستريك بالون اريديوس البودي ماس اندكس عشان اقلل الكوموربيتس بتاعته، او اروح اعمل له لابان، اما اروح اعمل له سليف جاستريكتومي. اما عملنا السليف جاستريكتومي تلاقيناها سو افكتيف، سو افكتيف كومبارابل للرو ان واي جاستريك باي باس ويز ليس كومبليكيشنز. طبعا في حاله الفيلير او الديورابيليتي، يعني الديورابيليتي بتاعه السليف اقل شويه من من الرو ان واي جاستريك باي باس، يعني التينير مينترنس فور ويت لوس في السليف اقل من الرو ان واي جاستريك، لانها بتعتمد على سنجل ميجر اللي هو الريستريكشن. طبعا لو العيان ادابتد على فوليوم ايتينج بيجين فوليوم تاني من الاستومك وبالتالي بيرجين ويت لو هو مش فولو اب هيز دكتور. انما على 10 year durability still sleeve gastrectomy as effective as الرو ان واي جاستريك باي باس. طب انا وقتي بقى يعني في عيانين انا كونترا انديكيت عندي ان ودول كومن ان انا اعمل لهم سليف جاستريكتومي، بالذات العيانين اللي عندهم هيتس هيرنيا والجرد. عشان كده المفترض ما فيش عيان هدخله يعمل بارياتريك سيرجن من غير ما اعمل له ابر جي اي. يعني ابر جي اي هنا مش يعني تزامتر وفماست، او لو انا بقى طبعا السيرجن يبقى ممستر نفسه ان هو لو دخل وتلاقى، ودي بنقابلها كتير، لو عايز يعمل سليف جاستريكتومي لازم يكوركت الهياتس هيرني، يعني لازم يعمل لها كوركشن ويجيب الاستومك من الهياتس عشان يبقى عامل كومبليت، يبقى عامل كومبليت سليف. طبعا مشكله العينين اللي عندهم جيرد وهيتس لما تعمل لهم سليف ان انت بتزود الريفلكس اللي انت قللت الفوليوم بتاع الاستومك، وافضل بروسيدور للعينين اللي عندهم جيرد وهيتس طبعا ان انت تعمل له رو ان واي جاستريك باي باس. يعني هي ميجر اوف تريتمنت بالنسبه للعينين دول. تاني حاجه طبعا انا بخاطب بالرو ان واي جاستريك باي باس العيان اللي كل ما كان عنده كوموربيديتيز اعلى، بس يبقى في المايد والمودريت كاتيجوريز طبعا الرو ان واي مور افكتيف عن السليف جاستريكتومي. يعني انا بخاطب بيها المور اوبيس بيشنت والبيشنتس عندهم كوموربيديتيز، بس كوموربيديتيز بالذات الكارديوفاسكولار بالمونري طبعا لو التايم بتاع الاوبريشن هياثر على هيبقى هاي ريسك بيشنت انا هروح للسليف. يعني انا بخاطب هنا الموربيديتي بتاعت الاوبريشن ذات نفسها، انما في الافكتيفنس وحتى في الريدو، يعني انا في الريدو لو في حاله الفيلير بتاعت السليف جاستريكتومي انا اروح اعمل للعيان برضو رو ان واي جاستريك باي باس. عشان كده هي كل الاوبريشنز بتاعت البارياتريك كلهم بنقارنهم دايما بالرو ان واي جاستريك باي باس، لان هي تعتبر الجولد ستاندرد اوبريشن بالنسبه لنا. وانا طبعا في انتظار اسئله حضراتكم يعني. تمام. شكرا يا دكتور رفعت، يعني ميرسي جدا جدا. طيب السؤال اللي بعد كده للدكتوره دينا. ازاي حضرتك؟ دلوقتي طبعا احنا فاهمين كويس قوي ان النيوتريشنال مانجمنت هو يعني جزء لا يتجزأ من القصه بتاعه المافلد او النفل. ففي دلوقتي ترمينولوجي مشهور جدا جدا يعني بنسمعه على طول الوقت اللي هو اسمه الفود ماب او الفود ماب دايت، او اللي هو تو افويد الفود ماب او اللو فود ماب دايت. يعني ايه اولا الفود ماب ده، وده يعني هل فعلا ده حاجه ايفيدنس ولا لا، واهميتها ايه وبتستخدم ازاي؟ يعني كلمينا حضرتك عن النقطه. خليني أقول حقيقة أن الفود ماب ده هو عبارة عن استخدام
يعني بدأوا استخدامه الهيئة في عينين الـ IBS. ليه؟ لأنه العينين دول دايما بيشتكوا من gases و abdominal distension، وكان الفود ماب ده عبارة عن low carbs أو low نوع من أنواع الكاربس اللي بتأدي إلى عمل الـ distension والدايريا، وده كان حقيقة اللي هو احنا بنسميه اللي هو الفيرمنتبل اوليجو وداي ومونوساكرايد. والحقيقه دول زي ما قلت حقيقة هم سبسيت اوف شورت تشين كاربس ريزيستنت للدايجشن، وهما دول الحاجات اللي زي ما قلت الحقيقة بتعمل البلوتينج والفلاتولنس والدايريا. وعشان كده هم استخدموا بعض الاكل تمام علشان يقلل المجموعه دي. بس الستاديز قالت الحقيقه انه ده ملوش اي علاقه خالص بالفاتي ليفر ديزيز، ولا حتى له علاقه ب النفلد او المفلد، لانه الاكل او اللايف ستايل موديفيكيشن او اللايف ستايل انترفنشن بيعتمد طبعا على حاجتين وهم الاكسرسايز والدايت. والدايت هنا لازم بيبقى following special program، بس ملوش علاقة الحقيقة بالفود ماب خالص، لأنه إحنا بيبقى لينا هدف وإحنا بنعمل lifestyle modification أو diet modification، وهو reduction of hepatic steatosis, reduction of steatohepatitis, regression of fibrosis اللي هي الباثوجينيسيس بيتحول لها او كل ستيب بيحصل لها بروجريشن، واخر حاجه او in general هو improving the quality of life in dose dependent manner. يعني كل شويه العيان حاسس ترادينا الصوت راح. يا ترادينا، ترادينا حيك معنا؟ هو واضح ان النت النهارده في مصر كلها في مشكله صغيره. تمام. طيب طيب دكتور فرغلي بيز، حضرتك دكتور محمد. الحمد لله دكتور نجيب. اتفضل دكتور نجيب بيه، اتفضل. تمام. طيب دلوقتي، طيب هننقل يعني سؤال شبه دينا. انت رجعتي معانا دكتوره دينا؟ لا احنا مستمعين حضرتك. انا معاك وانا رجعت تاني. تمام. طب خلاص اتفضلي هيكملي لي كده، اتفضلي. الحقيقه انه في الدايت له علاقه بالفاتي ليفر ديزيز، وهو بيبقى لينا هدف هو الجرادوال ويت لوس. في زي كده شويه تولز احنا بنحاول نمشي عليها، ولكن ملهاش علاقة زي ما قلت لحضراتكم بالفود ماب خالص. ايه هي الرولز؟ هو احنا عايزين ننزل around 1 كيلوغرام per week. ولو وصلنا انه العيال الاوبيز يوصل يبقى فيه weight loss او losing للبادي ويت 7-10% من الاكشوال بادي ويت بتاعه، ده يبقى نجاح كبير جدا. وعند العينين اللين ننزل around 5%. بس للأسف ان هو المينتنس بتاع البادي ويت لوس بيبقى بس سكسسفل في 10% اللي هم بيمنتين البادي ويت لوس، وهي دي كل المشكله الكبيره. طب هل انا عندي سبيشال دايت؟ لا، الحقيقه هم بيعتمدوا على ان احنا بنحاول نعمل هايبو كالوريك دايت من 500 ل 1000 كيلو كالوري ديفيسيت، وفيهم البروتين انتيك ممكن يكون اراوند 1.2 ل 1.5 جرام بير كيلوغرام البادي ويت بير داي. طيب الاكسس كالوريك ريستريكشن لازم يبقى افويدد. ليه؟ لان العيان ممكن يحصل له ساركوبينيا، ودي حاجه مش مطلوبه ابدا في العيانين دول. لكن واحده من الرولز كمان انه احنا بنعمل ديسكارجمنت للانتيك اوف فراكتوز، لان في ناس كتير قوي بتتنقل من الجلوكوز للفراكتوز، فيقول لك انا هاكل فاكهه كتير فالفراكتوز هيزيد، وده الحقيقه ديسكارج في العيانين دول. ولكن اكتر نوع دايت
واللي هو اللي مكتوب في كل الستاديز الميديترينيان تايب اوف دايت، واللي هو تقريبا احنا شخصيا بناكله يعني في طبعا بيقول لو يا ريتنا لو نشرب قهوه، ودي حاجه بتكتب موجوده في بعض الستاديز الحقيقه. في discouragement كمان زي ما قلت قبل كده، الالكول انتيك على الرغم ان احنا هنا في مصر بلاد ريليجيوس، والى انه ده ما يمنعش من وجود الكول انتيك، وده الحقيقه بيظهر بصفه متزايده في الفتره اللي فاتت، وعشان كده بقت دايما الكومنتس دي موجوده عندنا على الرغم من انه في ناس ما بتقولش، لكن لو دخلنا في بعض الكوميونتيز هنلاقي ان هو موجود، وده بيبقى ديسكارج كمان في الدايتري رولز بتاعه العينين. ده له علاقه بالدايت بتاع عينين الفاتي ليفر ديزيز او النفنت او المفل، اما الفود ماب فده مش في ما دخلش خالص تحت الستاديز بتاعه المجموعه دي. ثانك يو. تمام. طيب معلش بقى كماله بقى للسؤال كده يا دكتوره دينا، طبعا الحقيقة الفتره اللي فاتت برضو يعني ايه طلعت موضات كده الاسامي بتاعت برضو حاجات، ومن ضمن طبعا الحاجات اللي كانت واخده يعني فتره كبيره اللي هي طبعا حاجه زي الكيتو دايت، زي الاتكنز دايت، زي اللي هي الحاجات دي. حضرتك اديتينا دلوقتي يعني فكره ان وات از ذا بيست فور ذا بيشنت، لكن للاسف كتير جدا جدا من العيانين بيقول لنا بيكونوا فعلا جربوا حاجه من الحاجات دي، وحتى ما بيكونوش عملوا الكلام ده لا مع دايتيشن ولا مع بتاع، هو دخل على جروب الفيسبوك بتاع جروب الانستجرام، مش عارف مين على السوشيال ميديا بتعمل كذا يعني. وللاسف يعني اعتقد حضرتك ودكتور محمد وكل التنفيذ اللي معانا اعتقد كلهم بيقابلوا العينين دول تقريبا افري داي، فعايزين من حضرتك كده تقول لنا يعني ايه الخطوره بتاعت الكلام ده، ايه يعني ايه البنفيتس الوهميه اللي بعد كده بيقابلها بعد كده ديجرز خطيره جدا بعد كده. اتفضلي. كل دايت من دول بيبقى متوجه لعلاج حاجة معينة، الكيتو دايت بيبقى متوجه لعلاج حاجة معينة، ولكن ده ملوش أي علاقة خالص بالدايت بتاعتنا. احنا كل واحد فينا دخل واخد الدايت اللي على مزاجه وعمل، الحقيقة ان الدايت دي مش بتطلع كده. الكيتو دايت ده كان طالع عشان يعالج مرض معين، وبعدين بدأوا يستخدموه لأن هو بنفيشل في العينين دول، فبدأ مجموعات تانية تستخدم الدايت ده. الحقيقة أن ده مش سليم أبدا، لأنه إحنا ماشيين evidence based يعني في مجموعة عينين تم تطبيق عليهم نوع معين من الدايت وطلع نتيجة للدايت ده. الدايت الموصوف في كل الستاديز هو الميديترينيان دايت. الميديترينيان دايت يعني اللي هو الأكل المتوازن في كل شيء اللي إحنا بناكله، اللي هو مش الويسترن دايت اللي هو كله بروتين وكله فات. الويسترن دايت كله بروتين وكله فات، احنا ده مش اكلنا خالص. احنا اكلنا كان طول عمره الفول والطعميه والخضروات والفاكهه، وجزء قليل جدا من البروتين وجزء نادر جدا من الفات. ولو احنا فاكرين الهرم اللي احنا عارفينه كلنا بتاع الدايت ده، هو المين بتاعنا، وهو ده اللي بنسميه الميديترينيان دايت، اللي هو زي ما قلت لحضراتكم اللي بيبقى البيز لاين بتاعه الخضروات والفاكهه، واخر حاجه فيه خالص تبقى الفات. ده مش الويسترن دايت ومش الكيتو دايت ومش اي حاجه تانية. زي ما قلت لحضرتك لازم الستاديز دي تكون، او لازم كل العلاجات تكون evidence based. لو احنا خرجنا بره evidence based هيظهر اعراض تانية خالص احنا اعتقد فاتنا عنها. انا ما اعرفش تاثير الكيتو دايت على عين فاتي ليفر ديزيز، احنا اصلا ولادي عندنا pathogenesis، فاحنا ما حدش قال لنا، ما جربناش وما نعرفش، فانا لا اقدر اوصفه ولا اقدر اقول البنفيتس ولا الادفانتجز ولا ديس ادفانتجز حقيقه، لكن اقدر اقول انه الموصوف واللي طلع نتائج له وحصل فعلا ريجريشن اوف سياتو هيباتايتس فايبروزس، حصل حتى ريجريشن اوف سيروز في العينين دول.
هو المونترينينج جايد. تمام، شكرا جزيلا يا دكتوره دينا. طيب السؤال بقى للدكتور محمد دلوقتي عن الناس كلها طبعا عايزه الحاجه السهله، عايزه دواء، عايزه تاخد الميديكال تريتمنت، عايزه تاخد حبايه وتخس، عايزه يعني ما هم ما عندهمش يعني جهد ولا طقطان على ان هم لا يمشوا على الميديتيرينيان دايت ولا يقعدوا لسه يخسوا جرادولي ولا يخسوا بالراحه ولا يروحوا الجيم. يعني حضرتك فاهم طبعا دايما المريض مستعجل النتيجه، ومش بس كده كمان عايز يعتمد على حاجه ثانيه. طبعا حضرتك كنت قلت في المقدمه كده يعني كلمه بسيطه اباوت ان هو يعني لسه ما عندناش حاجه ذات از ابروفد، يعني FDA approved for treatment of NAFLD medicine. تمام، لكن اكيد طبعا في حاجات لسه في البايب لاين او يعني اكسبكتد، او في حاجات دلوقتي بارشلي ابروفد او بتتدرب او بتستخدم حتى ايفن في البراكتس. فيا ريت حضرتك تدينا يعني فكره عن القصه دي. اولا عشان ابدا تريتمنت البيشنت عنده نافلد او عنده ناش لازم اعمل ريسك ستراتيفيكيشن، دكتور نجيب، ايه للعيان ده؟ هل العيان ده مايلد ريسك، هل هو مودريت ريسك، هل هو سيفير ريسك او ماركت ريسك ان هو يديفلوب فايبروزيس؟ ودي الحاجه المهمه عندنا. العيان اول ما بيجيني لازم اعمل ستراتيفيكيشن اشوف الريسك فاكتور عند العيان ده، هل تايب 2 دايابيتس، هل العيان ده عنده ميتابوليك ديسريجوليشن، هل العيان ده عنده تو من الكرايتيريا بتاعت الميتابوليك ديسريجوليشن. وبعد كده بقى بوجه العيان يروح دلوقتي ممكن بعض الكرايتيريا بتقول عنده ممكن يتريتد عند جنرال براكتيشن، ممكن يتريتد عند اندوكراينولوجي كارديولوجي، لكن في جروب لازم يروح للهيباتولوجي. الجروب دول اللي هم الانترميديت واللي هو السيفير او الماركت ديزيز، ودول احنا بنحكم عليهم اللي هو المايلد اللي هو العيان اللي احنا بنعمل له. اول ما بيجي العيان بعمل له سي بي سي، بعمل له ليفر فانكشن، بعمل له فيب 4، والفيب 4 طبعا يعني الكرات الفيب 4 اس، انت بتشوف الايدج، بتشوف الاي ال تي والاي اس تي، وبتشوف البليتلت، وبتقدر تحسب سكور. السكور ده لو هو اقل من 1.3 يبقى العيان ده عنده مايلد ريسك ان هو يديفلوب فايبروزيس او يخش في ناش ويز فايبروزيس. لو العيان من 1.3 لغايه 2.76 من 100 او ده بيبقى انترميديت. الانترميديت ده الجروب اللي هو بيحيرنا دايما في البيشنت دول. العيان اللي عنده ادفانسد او عنده هاي ريسك ان هو ديفلوب فايبروزيس اللي هو عنده اكتر من 2.67، العيان ده وانس ان انا شفته كده وحددت ان هو انترميديت جروب، بعمل اذر موداليتي للدايجنوزيس. بشوف العيان ده بعمل له اذا كنت بعمل له فايبر سكان او في تي سي او بعمل له ام ار اي الاستوجرافي، وبشوف حسب الفايبر سكان بشوف اللي هو اقل من 8 يبقى ده لو ريسك، من 8 ل 12 يبقى ده مودريت ريسك، اكتر من 12 يبقى ده هاي ريسك. بعد كده ممكن استخدم اذر موداليتي زي الام ار اي الاستوجرافي، والام ار الاستوجرافي دي الموست سبيسيفيك ان انا احدد بيها الريسك بتاع البيشنت. كل جروب من دول ليها تريتمنت غير الثانيه، يعني كلهم زي ما الدكتوره دينا قالت اول حاجه اللايف ستايل موديفيكيشن، الويت لوس دي حاجه مهمه جدا، الميديكيشن الفارماكوثيرابي. الفارماكوثيرابي في العيان اللي هو اللي عنده مايلد ريسك مش مهم الفارماكوثيرابي، المهم عندنا ان انا اعمل كنترول للدايابيتس لو هو دايابيتك، ان انا اعمل لايف ستايل موديفيكيشن كويس جدا، اعمل ويت لوس على سيستم، ما هو مش كل واحد يمشي بويت لوس على مزاجه، لازم يكون فيها يعني سكيدولد ويت لوس مظبوطه. العيان اللي هو المودريت ريسك ده اللي هيحتاج فارماكوثيرابي. الفارماكوثيرابي عندنا هتشمل حاجتين، لو العيان دايبيتك هديله التريتمنت اللي هي الدايبيتك الانتي دايبيتك تريتمنت اللي هي تشتغل برضه على النافل، واهمهم البايوجلوتازون. والبايوجلوتازون ده دواء سهل قوي موجود في السوق ورخيص وموجود بكثره، وممكن ادي العيان برضه الجي ال بي 1
وممكن يؤدي سيميك لدايد والمجموعة ديت وممكن الصوديوم جلوكوز ترانسبورتر. لكن أكتر حاجة في الجروب دي اللي هي الجي ال بي 1 والسيماكليتايد والبايوجلوتازون. العيان اللي هو الادفانسد لازم اعمل سيفير كنترول او جود كنترول للديابيتس وادي له برضه نفس جروب من الميديكيشن دي. الابروفد لغايه دلوقتي نو تريتمنت نو اف دي ابروفد تريتمنت للنافلد او الناش، لكن كلها عندنا حوالي 50 درج ان بايب دلوقتي او ان دي ويت ان هي تبقى ابروفد في التريتمنت في للناش او النافل، وخاصه العيان اللي هو ابتدى يحصل فيه بريدجنج فايبروزيس او ابتدى يخش بقى اف 2 عن طريق اي ميثود من اللي انا بشخص بيها نون انفيزيف، يبقى العيان ده هو الريسكي اللي انا محتاج ان انا اديله فارماكولوجيكال تريتمنت. من الحاجات المهمه برضو في الفارماكولوجيكال تريتمنت الفيتامين اي، والفيتامين اي دي احنا بنعتبره الترنتيف ميديسين، يعني بعتبره سبلمنت، يعني مش بعتبره، لكن ليه رول بيحسن كتير في بنعتبره كانتي اوكسيدنت وبيحسن كتير الاي اس تي وبيحسن كمان السكور النافل سكور اكتيفيتي، وبيحسن في بعض البيشنت لو ان هو بيحسن الفايبروزيس ديجري اوف فايبروزيس. دي الحاجات اللي هي الفارماكولوجيكال تريت. لو في اي حاجه تانية تحت امر حضرتك لو في اي. طيب وات اباوت دلوقتي طبعا اليوزج بتاع الجيل بي 1 الانجكشن بتاع الجيل بي 1؟ يعني الجي ال بي 1 اذا كان ليراكلوتايد او سيماكلوتايد برضو ابتدى حتى الوي جيفي او حصل لها ابروفد اللي هي الزومبيك والكلام ده ابتدى يحصل لها ابروف، بقت ابروفد في الاف دي ابروفد في الويت ريدكشن في الويت ريدكشن، والجروب دي ليها افكت كويس جدا في الويت ريدكشن وفي النافل وفي الامبروفنج للناش، العيان اللي هو دخل في ناش بس ما دخلش في ادفانسد فايبروزيس، يبقى في ايرلي فايبروزيس ناش مع ايرلي فايبروزيس. واشهرهم طبعا السيميكلوتايد، والسيميكلوتايد من الحاجات اللي هي برومزنج جدا، ويمكن ان شاء الله في الفترات الكثيره لان هو ليه برضو يعني افكت على الويت ريدكشن. والحاجات الجديده برضو جي ال بي 1 ليها افكت على الويت ريدكشن وعلى الكاردو فاسكولار كومبليكيشن اللي بتحصل مع النافل اللي هي الموست كومن كوز اوف ديث في العيان اللي عنده فات ليفر لكاردو فاسكولار كومبليكيشن. جي ال بي 1 ليراكلوتايد السيماكلوتايد الحاجات دي كلها ليها رول ان شاء الله في المستقبل، ويمكن ادواء جديده في المستقبل تظهر اكتر من كده. تمام يا شكرا. السلام عليكم، صوتي كده مسموع؟ اها ايوه مسموع كده. كل عام سلامه يحيى العظام يا رميم. شكرا ادفع ادفع اشتراك النت بقى يا دكتور عباد. والله والله اشتراك النت بقى مش معقول يعني. الباقه معاك قويه جدا، بس هو في حاجه غريبه حصلت. يلا الحمد لله. حتى الواحد دايما يقول دايما يبقى في باك اب، بس هنا في مش عارف اعمل باك اب. فيلا خير الحمد لله. هو طبعا انا مسد جزء من انا مش عارف ادخل اللينك اصلا، ما كانتش عارف تفتح معايا القصه كلها النهارده عكوسات تقريبا قبل ماتش الاهلي. الدكتوره دينا الدكتور محمد اتكلم على التريتمنت اساسا بالنسبه للفارنيسويد اكس ريسبتور اجونست، ما له وما عليه. احنا في الماركت كدراجز اللي هو الاوبتيكوليك اسيد نزل له كذا حاجه تجاريه، فراي حضرتك ايه؟ دو ريكومند ات او هل كتبتيه لاي بيشنت؟ ولو كتبتيه ايه البيرسونال اكسبيرينس وايه الباك جراوندز الاصليه بتاعت حضرتك؟ اتفضلي. طب خليني اقول لحضرتك ان ده سيمي سينثيتك انالوج، والبايل اسيد كينودوكسيكوليك اسيد، والحقيقه اتس افيكاسي والسيفتي بتاعته كان في فيز 3 ترايل في واحده من الريجينريت ستاديز. والحقيقه ان هو بروف الستاديز قالت ايه؟ قالت ان هو خليني اقول بس قبل ما اكمل الحته دي انه القانون في العلاج انه يا اما الدراج يقدر يمبروف الناش without progression of fibrosis او يمبروف fibrosis without progression of ناش. يعني لازم يا اما يمبروف الاثنين يا اما يمبروف واحد من غير ما ياثر على الثاني. تمام كده؟ طيب
فالستديز لقت ان هو عمل significant improvement للفايبروزس وناش اكتيفيتي في العينين اللي عندهم advanced NAFLD. ومش بس اللي معاهم advanced NAFLD لكن كمان معاهم one concomitant comorbidity، يعني عنده type 2 diabetes مثلا او obese او عنده inflammation يعني steatohepatitis، وظهرت في ALT elevation the form of more than 1.5 upper limit of normal. مش بس كده، ده كمان قدرت ان هو target الجتر مايكروبيوتا، يعني ده دواء كويس جدا الحقيقة، very promising. طب ما المشكلة ايه؟ لا الحقيقة بقى انه challenging المشكلة challenge اللي قبل في الدواء ده، ان هو على الرغم ان هو he met the primary endpoint بتاعته، لكن كان معاه safety concerns، كان معاه pruritus رهيبة وديسليبيديميا، وديسليبيديميا دي الحاجة اللي بريدسبوز العينين ان هما يخشوا في cardiovascular events وهي the most common cause of death. وعلشان كده كان في safety concerns جامدة جدا. الحاجة اللي خلت الـ FDA did not support the accelerated approval، خلينا نقول accelerated approval تمام كده، وقالت لا احنا هنستنى شويه، وقالت ان predicted benefit based على الثيرد histopathological endpoint remains uncertain، هم مش متاكدين من السيفتي بتاعه الدواء ده، does not sufficiently outweigh the safety profile concerns. يبقى احنا لما بينزل دواء لازم يكون السيفتي كونسيرنز او السيفتي بتاعته اكتر بكتير جدا من ال benefit بتاعته، علشان كده حصل stop لل accelerated approval. انا استخدمته الحقيقه، لا انا لغايه دلوقتي ما استخدمتوش، بعض الدكاتره وبتسالني ليه الدواء is very expensive الحقيقه في الماركت، علشان تدي لازم هتدي معاه انتي حاجه تلور الليبيدز الحقيقه، وهتدي معاه حاجه تانية تقلل البروريتس، العيان بيشتكي بروريتس ان نو تايم. يبقى انا كلفت العيان تكلفه كبيره جدا، وانا مستنيه على اللونج تيرم، انا محتاجه لونج تيرم عشان يبقى في ريجريشن للستياتو هيباتايتس وريجريشن للفايبروزس. حضرتك احنا بنتكلم في سنين مش في شهور، في سنين بالتكلفه العاليه مع السايد افكتس. الحقيقه انا I did not recommend the use of opticolic acid. الناس في ناس استخدمته، في ناس بتقول ان هو كويس الحقيقه، انا I did not، لانه انا ما بحبش اعرض العيان ل يعني حاجه financial وحاجه من ناحيه ثانيه medical legal problem، لانه لغايه دلوقتي لسه برضه مش عارف ايه. شكرا. انا تحت امر حضرتك، يعني حضرتك ريكومند اجينست ات؟ انا مش اجينست، انا بس زي ما قلت لحضرتك انا السيفتي كونسيرنز، انا مش خليني اقول ان انا مش، انا زي ما قلت لحضرتك الدواء بالنسبه لي كان فيري بروميسنج، الستديز قالت ان هو قدر فعلا يريجريس الفايبروزس والناش، ودي حاجه كويسه جدا. فعيان الادفانس فايبروز، يعني عيان لو جه لحضرتك اف 3 تمام، فايبروز ستيج 3 معاه هو دايبيتس، حضرتك اديته الدواء ده، العيان ده غالبا most probably the incidence ان هو هينزل بالستاتوز وبالفايبروز بتاعته تمام، او ستاتو هيبتايتس والفايبروز بتاعته. بس قدام كده الدواء is expensive، احنا اغلبيه العيانين بتوع حضرتك مش متامن عليهم، فهم بيتعمل الدواء، وحضرتك مع الدواء ده هيبدا يظهر السايد افكتس بتاعته، الواحده منهم الديسليبيديميا، وانا من البدايه هضطر ادي ليبيد لورينج ايجنت. يبقى انا اديت العيان دواء نمره 2، طيب في حاجه ثالثه هيظهر بقى السايد افكتس وهي البرورايتس، هتدي دواء نمره 3. هل من المنطق بدل ما يخرج العيان عندي بدواء واحد اخرجه بثلاث ادويه هيقعد عليهم بالسنين؟ ده انا يعني ادي له دواء ودي اثنين يامنوا الدواء، او اثنين يعني يعالجوا لو العيان متامن عليه، لو العيان متامن عليه يعني واخد تامين او على تامين، ممكن نكتبه، لان هو مش هيدفع ثمن الثلاثه، لكن والسايد افكتس هستنى لما تظهر البرورايت. لكن لو العيان هو اللي بيدفع من جيبه، واحنا في اعتقد حتى لو ما كناش في الظروف الصعبه دي برضو
دي ده كوست على العيانين او العيان يمكن مش قليل. ده في رايي الشخصي، وقد يكون خاطئ لانه طبعا احنا بنحاول نافويد البروجريشن اوف ذا ديزيز. انا متفهمه طبعا يعني، بس ده رايي انا الشخصي طبعا. واعتقد ان ده باب جدل واسع جدا، واتمنى اسمع راي حضراتكم برضه في الموضوع ده. شكرا جزيلا دكتور محمد. امام راي حضرتك ايه؟ انا يمكن قلت لك رايي قبل كده في الدواء ده، يعني ان احنا مش عايزين نستعجل، ان احنا عشان شركات ادويه كثيره في مصر ابتدت تسوق للدواء ده ان احنا نستعجل ونكتبه من غير ما يبقى عندنا ايفيدنس بيزد ستادي كبيره جدا على الدواء. ويمكن زي ما الدكتوره دينا قالت ان هو بيعمل سلايت ريجريشن للفايبروزس في بعض العيانين، لكن السايد افكت بتاعته كثيره جدا. وانا يعني لغايه دلوقتي يمكن استخدمته في البدايه على سكيل قليل قوي، لكن ما شفتش النتائج اللي انا كنت متوقع ان هي تكون يعني مبهره في العيانين دول. فعشان كده يمكن وقفت لغايه ما نشوف على لارج سكيل في البيشنت دول. هل والاستادز في العالم كله بقى ما يطلعش من عندنا احنا نجرب في البيشنت بتاعنا؟ يعني انا مش عايز اجرب في البيشنت المصري ونستنى من نتائج في العالم كلها وتبقى فعلا نتائج دوكيومنتد. واحنا قلنا يمكن في 50 دواء تاني هيطلعوا قريب، او يعني في حاجات في فيس 2 في حاجات في فيس 3 وفي حاجات لسه اخذ رموز كده لسه ما دخلتش في الفيس 2. لكن كتير من الادويه في القريب جدا هيطلع ادويه للتريتمنت بتاع الناش والنافل وحتى في الفايبروزيس، وده يعني ربنا يسرها تبقى فتح خير على الجميع. يعني هو انا شخصيا متفق مع رايي الشخصي، انا متفق مع حضرتك تماما. يعني انا على المستوى الشخصي ما كتبتوش صراحه خالص، لان في البدايه هي دي حاجه بره الطب، يعني اللي هو كفكره. في بيت شعر مشهور زمان كان واحد اعرابي راح ايام عباده الاصنام، فلقى صنم ولقى ثعلب جنبه بيبول بيتبول على الصنم اللي الناس بتعبده، فقال بيت شعر ظريف قوي. طبعا كفر بالصنم وقال طبعا ايه، قال اله يبول الثعلبان بحرميه قد ذل من بالت عليه ثعالبه. وايه وطبعا قلب الصنم ده ولا بقى يعبده ولا بتاع. فالدواء اول ما نزل جابوا بيتكلموا عنه، زي ما الدكتوره دينا قالت الميجور سايد افكتس بتاعته الديسليبيديميا والجول ستون فورميشن دي بجانب البرورايتس. فانا قلت طب انا حاجه ميتابوليك، انا عالج عيان عنده فاتي ليفر هديله دواء يعمل له ديسليبيديميا وجول ستون، فقد ذل من بالت عليه الثعالب. الدواء ده كده ايه، افتكرت البيت بتاع العربي قلت لا ده كده ابعد عنه. بس طبعا عليه دعايه جامده. المشكله بقى حاليا ان انا بشوف روشتات كتيره، انا شخصيا يعني بكلم عنها، اللي بيشتغلوا في التغذيه الناس الباراميديكال بيتكتب الشركات لقت ان سكه الناس البروفيشنال مسدوده، ان هنقعد نتكلم في الجايد لاينز والسايد افكتس، فبقوا يروحوا على الناس اللي هم النوت سبيشاليز او يعني اللي هو الجي بيز او الناس الباراميديكال اللي بيشتغلوا في مراكز التخسيس، وده بقى تارجت جامد لهم. ما اعرفش بقى بتتفقوا معايا في النقطه دي ولا لا، بتشوفوا ناس كتير باراميديكال في السنترز بتاع التخسيس كاتبين وعمال على بطال، ولا دي ملحوظه في المنطقه اللي انا عيادتي فيها؟ ممكن لو تفضلوا جواب. يعني كان في عياده حضرتك بس انا عندي ما بشوفهمش لايق. لا يمكن برضه دكتور عباده، يعني البريسكريبشن انديكيشن في مصر هنا يعني ما فيش ريستريكشن عليها. احنا بنشوف ناس بتروح تصرف من الصيدليه ليراكليتايد وسيماكليتايد وتصرفها من الصيدليه من غير اي بريسكريبشن، من غير اي حاجه خالص. وبنشوف فعلا يعني زي ما حضرتك بتقول ان احنا يعني ممكن يروح العيان يقول له ده الدواء ده مناشط للكبد روح خده، يروح يجيبه من الصيدليه والصيدليه بيصرفه له. فده متوقع ان تبقى فيه يعني مال ديسكريبشن بريسكريبشن للدواء ده. فلازم في الاول احنا ما يبقى فيه استاد عليه كويسه او يطلع لنا حاجه بديله ليها، وان شاء الله يعني قريبا باذن الله. بالنسبه حضرتك للبايوجليتازون الريكومندد دوز او البراكتيكال دوز اللي حضرتك بتكتبها للمرضى،
بقت حضرتك ممكن تعمل جرعه؟ والله دكتور عباده يعني بعض المافلد او النافلد اللي هم يعني بعض البيشنت يعني مع البايوبروتوزون ال 15 ملي او 30 ملي بيبقى العيان كان تولوريت كويس، وبعض العيانين يقول لك لا انا ابتديت اخش في هايبوغلايسيميا، وبرضه يعني البرولونج ديوز بتاع البايوجلوتاديون انا بقلق من البون دينستي، وبقلق كمان يعني من الكانسر بلادر في الميل. دول حاجتين مهمين جدا، يعني احنا يمكن قضايا كتيره اترفعت في اول لما نزل البايوجلوتاديون في يو اس اي على ميل، كتير رفع قضايا على الشركات بخصة الكانسر بلادر. يعني أنا كنت في أمريكا في 2011 أو في حاجة زي كده، وكان التي في دايما يجيب إعلان كده إذا كنت أنت استعملت الدواء الفلاني وفي كانسر بلادر اتصل بالمحامي الفلاني، إعلانات كده كانت كتيرة. فإحنا برضو البايوجلوتاديون رغم أنه هو أفيلابل كتير، لكن إحنا اللايف ستايل موديفيكيشن هحطها نمره واحد، الاكسرسايز والدايت نمره واحد، وبعديها بخطوات بعيده جدا نحط الادويه دي، لان برضو البيشنت عندنا مش هيمشي صح على دي وعلى دي. لكن لو زنقنا ممكن نحط بقى البايوجلوتاذون ونحط فيتامين اي، رغم ان الفيتامين اي مش محطوط كابروفد في الميديكيشن، لكن محطوط في الالترناتيف ميديسن في العينين بتوع النفل. طب وبالنسبه للفيتامين اي برضو، ما هو لو هنتكلم هنا على الريسك اوف كانسر بلادر، هناك في الريسك اوف كانسر بروستات. بالنسبه ايوه فيتامين اي برولوميديو طبعا الريسك اوف كانسر بروستات محطوط فيها، يعني ده من الحاجات. بس دي حركة اعتقد كانت في الريبورت كلها مع الهاي دوزز، اليوجوال دوزز مور اور ليس يعني 400 ميلي جرام بير داي بالنسبه للفيتامين اي، اعتقد دي يعني فيري سيف دوز. والله ويمكن مع البرولونج ديوز ومع الهاي دوز الترايبات. هو عموما في المطلق انا بقول فيتامين اي اكتبه ليبرالي في الفيميلز كده كده طالما الميجر اي فعلا بتفرق بقى معاك. دكتور ادينا حضرتك ليكي اي كومنت على الدوزز او بالنسبه للبايوجليتازون والفيتامين اي باعتبارهم ان اكثر الحاجات المستخدمه؟ لا تمام. طيب في كان سؤال من الاتنديز بالنسبه للستاتنز كتريتمنت للنافلد او المافلد، هل ممكن تبقى ستاندرد في البريسكريبشن بتاع التريتمنت للمافلد او نافلد؟ ده سؤال من احد الاطباء جالنا على الكويستشنز. ليا ولا دكتورة دينا؟ حضرتك مهجر مين يا دكتور عماد؟ خلاص حضرتك طالما حضرتك اللي رديت اتفضل دكتورة دينا السؤال القادم. اتفضلي دكتورة دينا. طب الستاتنز ممكن تستخدم لو ليها يوز، اتفضل يا دكتور محمد اتفضل. طبعا حضرتك اتفضل قبل ما اتفضل. لا والله اتفضلي حضرتك اتفضلي دكتورة دينا. هو لو ليها يوز نستخدم، وهي مش في الجايد لاينز ومش موجوده، وزي ما قلنا ما فيش ولا FDA approved drug، لكن لو ليها يوز تستخدم ك medication يعني نقلل الريسك فاكتور. تمام، لكن ان احنا هي مش موجوده في الجايد لاينز خالص في اي حته حقيقه. هو كمان زي ما الدكتوره دينا قالت كده. اتفضل دكتور محمد. اتفضل. يعني زي ما الدكتوره دينا قالت كده، يعني لو عيان عنده بسيربينيا، عيان عنده كاردو فاسكولار ريسك عالي جدا ممكن، لكن كتريتمنت للنافلد العيان اللي ما عندوش ديسكوبيديميا مش انديكيتد خالص الترايبات. وبالنسبه برضه للفايبريتس، هل زي يعني يمكن فايبريت على اساس الافكت بتاعها على الترايجلسرايد، لان اول حاجه كتير عندهم هايبر ترايجلسرايديميا والكوليسترول مور اور ليس نورمال، فهل طيب يعني هو ده العيان اللي هو غالبا بيخش في نفس اللي هو العيان اللي عنده هايبر ترايجلسرايديميا والترايجلسرايد والكوليسترول نورمال، هو ده العيان اللي غالبا بيخش في نفس.
لكن يعني برضو يعني. لو هو عنده هايبر ترايجلس عنده هايبر ترايجلسريميا طبعا ان انا اديله، لان حتى الهايبر ترايجلسريميا يعني بروتكشن، ان انا تريتمنت عشان بروتكت من النفل وبروتكت من البنكرياتايتس. البنكرياتايتس يوز هايبر ترايجلسريميا البيشنت دول برضو بيبقوا ميزد كتير جدا في الكلينيك وفي الديلي براكتس، ان انا الاقي العيان عنده ترايجلسريد اعلى من 500 واخدها بسهوله قوي، والعيان يجي له شويه ابدومينال بين واطنش واخدها بسهوله، وبعد كده تبص تلاقي العيان ده دخل في بنكرياتايتس وممكن تبقى فيتال، والموست فيتال فورم اوف بنكرياتايتس اللي هي بتاعه الهايبر ترايجلسريديميا. فهو العيان عنده هايبر ترايجلسريديميا وعنده نفل لازم اديله فايبريت فينو فايبريت. شكرا جزيلا دكتور رفعت، ما زال موجود معانا؟ معاك يا معالي الباشا، معاك يا دكتور عباده. طب دكتور رفعت حضرتك بالنسبه، هل حضرتك كان في اكسبيرينس في الليفر ترانسبلانتيشن لعيانين اللي عندهم سيروزس ديو تو ناش او ناش انديوس سيروزس؟ مع حضرتك كمل سؤال. اوكي ما تفضل حضرتك الاول، بس هل حضرتك تعاملت مع الحالات دي ولا حضرتك الجزء البارياتريك سيرجري فقط؟ لا البارياتريك سيرجري فقط، بس هو احنا من استوكينج، احنا في كل، وانا في امريكا في 2011 كان كل حالات الاوبيسيتي كنا بناخد لها ليفر بايوبسي، يعني كان مطر وفماس از ستيب اوف ذا اوبريشن. طيب انت حضرتك طيب. كان دايجنوستيك تول للديجري، هل هي سياتوزس نان الكوناش فايبروزس او سيروزس؟ انما الاكسبيرينس انما فيش، انا كنت اسال بقى على البوست ترانسبلانتيشن، هل بتختلف البروجريس او السيكولي بوست ترانسبلانتيشن للعيانين اللي هم كان فايرال هيباتايتس عنهم في الميتابوليك او الناش انديوس سيروزس؟ بس دي ممكن نبقى ناجلها بقى لجلسه ثانيه. بالنسبه لحضرتك الجاستريك بالون الكومبليكيشنز اللي صفحت حضرتك فيها هنا في اللي نقدر نقول انها ريبورتد كتير في العيانين المصريين، قابلت حضرتك حالات اتيبك الكومبليكيشنز الجاستريك بالون؟ كل الكومبليكيشنز تقريبا شفتها. طبعا اسوفجيال برفوريشن، اوبستراكشن، كل انواع الاوبستراكشن سواء كان جاستريك اوتليت او سمول انتستاينال، الميجريشن، الالسريشن سواء كان جاستريك او ديودينال، كل انواع الكومبليكيشن تقريبا بتاعت البالون الواحد شافها. وطبعا الفيلير الاسوفيجيال اعتقد دي هتبقى دي يعني اعتقد من المانوفر نفسه. تكنيكال انا بقول لك ان التكنيكالي اوبتيمال تكنيك. انما في حاجات اتيبيكال، ان هل حضرتك قابلت اللي هو ريبورتد البالون انديوسد بانكرياتايتس؟ حتى كان في ديسكشن مع دكتور محمد نجيب قريب في ميتنج لو تذكره، في محمد ويفي. لا انا ما قابلتش صراحه، كان كل الكوميونيكيشنز اللي بتتعرض دايما عليا اللي هي السيرجيكال بوينت، لان انا غالبا الناس سيرجيكال مش هتقابلني، انما الحاجات اللي فيها سيرجيكال ايتمز هي اللي طبعا اللي كانت بتقابلني دايما يعني، او اللي باستحضر فيها. هو انا شخصيا باعتبار الجاستريك بالوم من الحاجات اللي هي معروف للعيان في المطلق انما اللي هو السيفست انترفنشنال ميثود، فكانت في حاله مره قابلتها بس للاسف انها كانت مركبه جاستريك بالون وجالها اكيوت بانكرياتايتس بعد 3 شهور من تركيب البالون. المشكله بقى الديبيت ساعتها انه كان في وقت الكوفيد، فما كانش فايرال ولا من ما هو ما كانش معروف. فالحاله بس انا قدامي الحاله عندها بنكرياتايتس ومركبه البالون وجايالي وانا اللي مركب لها البالون. فالقصه ان قريت في القصه دي فوجئت ان الاثنين ريبورتد البنكرياتايتس يعني جاستريك بالون انديوسد بنكرياتايتس. لا انا شفت بوست كوفيد بنكرياتايتس فوق البوست كوفيد بانكرياتايتس ريبورتد بصوره اكتر يعني في الكوفيد. لا انا شفت فوق 50 حاله بوست كوفيد بانكرياتايتس وشفت ديابيتس بوست كوفيد. انا كان تفسيري للحاله انها بوست كوفيد لان الحاله كان عندها السي بي سي والحاجات دي كانت ماشيه مع الكوفيد الفايرال انفكشن يعني،
فغالبا ده كوفيد، بس المريضه جايه لك طبعا تقول لك لا انت ركبت بالونه والبالونه السبب. الظريف ان لقيت البيبرز المنشوره اتقال ان على انها الميكانيزم، يعني لو حصل من البالون بانكرياتايتس بتحصل من الويت، ان الويت اللي بيعمل كومبريشن على البنكرياس مع الوقت قد يحدث بانكرياتايتس. ففي اعتقد كذا كيس ريبورت منشورين. الظريف بقى في الموضوع ان الحالات منهم دخلت المستشفى، وفي حالتين منهم في السعوديه دخلوا المستشفى مانجر البنكرياتايتس وخرجوا العيانين بالبالونه ما شالوهاش. دي كانت من ضمن الحاجات، الحاله الظريفه ان عالجوا لها البنكرياتايتس وخرجوها تكمل. هو يعني دكتور عباده غالبا البنكرياتايتس بتحصل هتبقى غالبا مايلد فورم، اللي هو بتمشي كونزرفتيف والانزيمز ما بقاش عامله رقم. يعني هو انا بشوف حالات كتير بوست فايرال بنكرياتايتس وغالبا كلهم حتى ولا واحده فيهم نوت هوسبيتال تلاقي ادميتد. يعني ما كانش فيهم، يعني غالبا الحالات السيفير اللي بتبقى السيرجيكال كيسز اللي هي دايما ستون، غالبا بوست ستون. انما الحالات البوست فايرال غالبا بتعدي، طبعا الكوليك احنا مش بنشوفهم كتير يعني، انما البوست فايرال غالبا ما بتبقاش سيفير فورم. اللي بص السيفير فورم دايما اللي بيدخل في سيفير بنكرياتايتس ونكروتايزنج بنكرياتايتس هو السيرجيكال فورمز. السيرجيكال هنا اللي هي هتبقى ايه؟ اللي هو ستون اوبستراكشن. لا انا بتكلم على ان بالون، بس جاستريك بالون، هل الويت بتاع البالون؟ لا ما هو الميكانيزم يعني طبعا صعب تفسيرها، يعني الميكانيزم هو لوجيكلي. انا حتى ما قريت البيبرز ان ديبس، طبعا انت بتبقى محطوط في موقف شخصي فبتضطر تقرا بقى طبعا بعمق العمق. فلقيت ان البالونز كلها اللي راكبه اللي هو الافريج سايز اللي احنا بنركبه اللي هو 600 انت بتحقن لغايه 600 مللي. فقلت طب 600 مللي، طب ما في بالونز، في كذا بالون الروسي بالذات، في انواع اللي هو كان بيتعملها دعايه انها واحد لتر، وانا حتى كان ليا اكسبيرينس ان انا ركبتها لاكثر من مريض. قلت طب لما ريبورتد مع ال 600 لو هي قصه اكوردنج للويت، طب ما كان من باب اولى يتمنع تبقى فوربيدن البالونز اللي هي واحد لتر، اللي بتتملي بواحد لتر وبتقعد سنه. فلقيت ان القصه برضو ايه مش لوجيك قوي، الا بقى الحد اللي يبقى حظه سيء ويتكعبل في حاله من الحالات دي. فكده كنت هي برضو القصه هتبقى بوزيشنال، لان هي غالبا طالما ريليتد للويت هتبقى ريليتد للي هتعمل كومبريشن او اوبستراكشن للبنكرياتيك دكت. ما هو فهو ما هو او تعمل ريجرجيتيشن للبنكرياتيك انزيمز. شكرا دكتوره دينا، حضرتك ليكي اي كومنت على موضوع الجاستريك بالون بالسايد افكتس والكومبليكيشنز بتاعتها؟ لا تمام. هو في سايد افكت بقى انا بلاحظه، لان انا بشتغل حالات كتير بوست بالون، الاستومك بتبقى هيوجلي دايليتد، يعني تقريبا بتبقى واخده في الويتس. يعني انا ما باجي اعمل الحاله ديت رو ان واي او سليف بتلاقي الاستومك كسايز تقريبا 1.5 او دبل السايز. يعني برضو في الانديكيشن العينين اللي احنا بنركب لهم بالون، يعني البالون لما اخترعوه في البداية الانترفينشن بتاعها كان الغرض منها ان انا اقلل الموربيديتي على عيانين السوبر اوبيز. طبعا الاستعمال التجاري في مصر يعني ايه في ماليوز او مسيوز، ان هو احنا خدناها للعيانين اللي هو من يعني من 30 ل 35 بودي ماس اندكس، او حتى من 27 اللي هو عايز يخس 10 15 20 كيلو، هو المفترض مش اكتر من كده. يعني كاديتيف ميجر للتشنج في اللايف ستايل، انما هي كميجر ان انا اقلل العيان بقى بودي ماس اندكس اكتر من 40، وممكن تستعمل بقى لو هو العيان انفيت فور سيرجري وانا عايز بقى اي ميجر تاني. يعني الانديكيشن بتاع اليوز بتاعها مهم جدا في مصر، انه برضو بقى فيها ميس يوز. يعني اغلب الحالات الواحد بيشوفها اللي هو اي عيان جاي خلاص هو مش عايز يعمل عمليه عشان خايف من العمليه، فبروح اعمل له البالون. المفترض يبقى فيه شويه ريستريكشنز في اليوز، لان هي مش هي سيمبل بروسيدور بس نوت وذاوت كومبليكيشن. ما هي دكتور رفعت يعني هيك الانديكيشن بتاعها اكيد البي ام اي مثلا بتاعه وبتاع العيان، يبقى حاجه يعني احنا بنداينوز
حضرتك بتقول لنا اللي هو العيان اللي عايز يخس من 10 ل 20 كيلو، يعني انا مثلا عايزه عيان ممكن نقول ان هو اوبيز كلاس 1 مثلا او كلاس 2 مثلا، وهو مش قادر يبدا اللايف ستايل، اللايف ستايل بتاعه مش قادر يغير اللايف ستايل بتاعه. في عيانين ما لا بيبقوش هو قادرين يعملوا كنترول على اكلهم، صح كده؟ لا هو اكتر حاجه كده. اول ما اخترعوها احنا عندنا السوبر اوبيز بيشنتس، سوبر اوبيز بيشنت اللي هو البودي ماس اندكس بتاعه اكتر من 60. العيان ده لما اجي اشتغل تمام عليه اوبراتيف فيري هاي ريسك بيشنت كانستيزيا، تمام تمام فانا محتاج ميجر اقلل بيها الويت بتاع العيان، اخليه مثلا بودي ماس اندكس 50 عشان اعرف تمام اعمل له عمليه وبالتالي اقلل الريسك فاكتورز بتاعت الاوبراتيف. فده يعني الموست افكتيف يوز للبالون. احنا بقى خدناها للاستعمال التجاري للكاتيجوري الثاني. انا دلوقتي عندي عيان هو في المتوسط، العيان اللي عايز اعمل له عمليه يبقى عنده في المتوسط كده 40 كيلو فوق المعدل، يعني بصرف تمام النظر عن معدله قد ايه بقى، يعني محتاج يبقى عنده 40 كيلو زياده. طب العيانين بقى اللي هو عنده بقى من 20 ل 30 كيلو مثلا، انا هعمل له ما عندوش كوموربيديتيز وبالتالي هو نوت انديكيتد فور مي فور سيرجري. المفترض العيان ده الميجر الرئيسيه بتاعته اللي تشنج في اللايف ستايل، الديتري واللايف ستايل والاكسرسايز، ولو هستعمل شويه ميديكيشنز. هل البالون افكتيف في العيانين دول؟ والله بقى في عندنا كونتروفيرس، لان انا بقول لحضرتك العيانين اللي بشوفهم اوبيز واستعملوا البالون كل يعني في الاغلب جيند ويت اكتر من الاصل، زي الريجيمين بعد ما يعني بتتشال البالون حجم المعده ما بقاش زي الاصل. هي بعد اذن حضرتك يعني تعليق بس على الحته دي، لان البيشنت اللي هو اللي بيركب بالون ده ما بيقدرش ياكل الكميه الكبيره بتاعت الفود اللي احنا اي واحد نورمال بياكلها. ثاني حاجه بيبقى العيان ده بيعتمد ان هو سويت ايتر، ياكل شوكولاتايه سهله في البلع، يشرب شويه عصير، ياكل البونبونايه ويبصها. فالحاجات دي فعلا بتزود الوزن اكتر من ان هو بياكل الاكل العادي. يعني معظم العينين دول فعلا بيجين ويت لانهم سويت ايتر. يعني الاسهل ليه ان هو حاجه يمصها كده ويبقى خلاص الهايبوغلايسيميا اللي عنده اتصلحت او يحس بالشبع شويه، لكن ما بياكلش الاكل العادي. لكن هو الويت جين لان هو سويت ايتر مش من ال. لا هو حضرتك انا مش بتكلم حضرتك حتى اثناء استعمالها، انا مش بتكلم اثناء استعمال البالون، لا هي اثناء استعمالها بتبقى تو سام اكستنت افكتيف. انا بتكلم حضرتك بعد ما بنشيل البالون خلاص، هو حجم المعده بعد ما بنشيل البالون اكبر من مكان هو قبل ما يركب البالون، لان ده انا بقى بشتغل عليها اوريدي اوبراتيف. طب هل ده يا دكتور محمد يخلي، يا دكتور رفعت سوري، هل ده يخلي المريض بعد كده هيبقى اوفر ايتر، هياكل كميات اكبر فيتخن اكتر؟ السايز، ما انت السايز اوريدي زاد وبالتالي انا لما اتقال الكلام ده قدامي قبل كده قلت طب ما هو لو الكونسبت كده، طب ما انا اركبها للعيانين النحافه، يبقى انا كبرت له معدته بحيث في فتره من الفترات فتره تركيبها، وبعد كده انا وسعت له معدته فعالجت له النحافه. ما هو اصلا العيان بتاع الاوبيز عنده الهابت بتاعت الاكل، العيان النون اوبيز اللي هو السن ما عندوش الهابت بتاعت الاكل. هو لو انت عارف حضرتك اللي دايما العيان الاوبيز يقول لك ايه، دايما فاتح بقه يعني ورايح ياكل جاي ياكل، يعني هو مصدر السعاده بالنسبه له الاكل. عشان كده اصلا بيحصل لعيانين كتير جدا منهم حتى قبل العمليه بتتفق مع العيان وبيحصلوا سايكولوجيكال التريشن، يعني هو يعني في عيانين بيدخلوا في سايكولوجيكال ديس اوردرز من اللي هو لان كان مصدر السعاده الوحيد بالنسبه له في الحياه الاكل وانت حرمته منه. اي يعني مسائل الامانه يعني هي مفعول السحر زي ما حضرتك قلت في الناس اللي عايزين يخسوا رينج ال 10 15 كيلو. ما هي بالنسبه لهم يعني قلت حضرتك هي مثاليه، بس العيان يبقى عارف بقى ايه هو هيعمل كنترول. يعني هي الميزه ان انا اعود العيان اثناء البالون على اللايف ستايل اللي يعيش بيه. انا برضو بقول للعيان بتاعي كده، يعني العيان بعمل له سليف بقول له لو انت مش جاي تخلي العمليه تشينج اوف يور لايف ستايل فور ايفر انت ما اكتسبتش حاجه. يعني انت ايه، العيان المصري بيتصور ان هو هيجي يعمل العمليه والعمليه بس هتحل له كل مشاكله. لا انا بقول له لا، العمليه 50 60% 70%
إنما مش 100%. You have to change your lifestyle forever. Forever يعني forever. لازم تجين. أنا بقول له لو أنت عملت العملية ورجعت لنفس العادات اللي خلتك أوبيز قبل كده برضو هتجين الويت حتى بعد العملية. هي نفس القصة برضو. يعني لازم يبقى فيه استراتيجي كده وفي خطوط عريضة بتترسم للعيان. واحنا من الدي زيرو عشان هو العيان بعد ما بتعمل له البروسيديور بيجيب بقى كل العبء على عليك انت كدكتور. انا بقى عملت الاجراء اللي انت طلبته منه هو وانا ما خسيتش. انا ما خسيتش ليه بقى؟ طب انا خسيت وزدت تاني. انت عارف حضرتك المهم عندنا احنا الديورابيليتي. الديورابيليتي يعني انا العيان يلوس ويت ويبقى الويت ده بيرزيستنت اتليست فور 1 يير بعد ما يجين الويت لوس. ده الديفينيشن عندنا للويت لوس. يعني يبقى البرزيستنت ويت لوس اتليست فور 1 يير افتر جينينج الاكسبكتد ويت لوس. ده الديفينيشن عندنا للويت لوس. يعني في حالات هنا انديكيشنز الواحد قابلها في الجاستريك بالون ما كانتش في باله اللي هي كبريد لخساسات ال 10 15 كيلو. في بعض الجهات اللي بتحتاج بتوزن مثلا ما قبل الترقيه عشان يترقى لدرجة أعلى أيا كان مسمى الدرجة يعني. فبيتعمل له anthropometric measurements والوزن والحاجات دي. ففي ناس كانت بتيجي تركبها عشان كشف الهيئة ده تعدي كشف الهيئة وكان بتجيب معهم نتائج كويسة جدا. فدي بتترك ذكرى حلوة عكس العين بقى اللي يقول لك أنا تخنت تاني. ده أنت كده خلاص خدت ترقية فبيبقى أنت بالنسبة له وعملت له خدمة جامدة. ولا غرض كويس. امر ولا حاجه. الجانب الظريف بقى البوليسيستيك اوفرز لما بيحصل ويت ريدكشن ممكن بتجد بريجننت بعدها بسهوله. فدي كانت دي الحالات بقى الجانب المضيء يعني او الجانب المشرق بره عيني اللي طبعا بيقرفونا بعدها وان انا ما خسيتش انا رجعت تخنت تاني انا حصل لي كذا. الجزء ده لو جت فيميل وخست وحملت بعدها اوتوماتيك بتابريشيت الايه بترتبط معاها بذكرى كويسه او اللي ترقى اكوردنج لمخس الوزن اللي ساعده في الترقيه. من المواقف الظريفه بقى بمناسبه دكتور محمد ما قال ان العيان بقى اوفر ايتر. انا في اثنين عيانين واعرفهم شخصيا ركبت لهم البالونه هضموها. البالونه بعد فتره فافتكرت الفيلم بتاع اسماعيل ياسين لما قال له كلت المرحوم يا ابني مش عارف ايه البتاع لما غزال ساب جنبه الجثه ورجع ما لهاش. دور ركبت لهم البالون وبعد فتره البالون نفسه اختفت ولا عملت كومبليكيشن ولا اي حاجه. ذهبت مع ريحه يا مثلا هضمها دور ولا حاجه. هي دي يا باشا بتبقى البالون حصل لها رابشر وهي باظ بايبوشن. هي نفس بص نفس نوع البالون بنفس كل حاجه العيان كان بقول لحضرتك احد الكومبليكيشنز بتاعتها ان يحصل لها رابشر وهي تباظ بايبوشن زي ما بتركب الستنت كده وتعدي عادي خالص يعني. فقلت ده كده ده كل يعني كل البالونه نفسها يعني خلاص ده ما ينفعش حاجه تاني. ده نولع فيه. بالنسبه لحضرتك هل قابلت حالات ما بعد البارياتريك سيرجريز؟ قابلت في الدامبنج سندروم؟ قابلت حضرتك الدامبنج سندروم؟ هو الدامبنج سندروم دايما بيبقى موجود في السنجل لوب عشان احنا دايما مش بنحبه يعني. في السنجل لوب انستموزس دايما بنقابله. انت حضرتك فاهم قصدي؟ واحنا ما بقناش نريكومند يعني. انا لما باجي بعمل لا اما رو ان واي لا اما اعمل سليف من الاصل. انت حضرتك فاهم قصدي؟ انت عارف حضرتك الدامبنج لا اما خاص في الايرلي بيبقى خاص بالفوليوم اللي هو الهاي بوتنشن لا اما خاص بالكونتنت اللي هو الشجر اللي هو الهايبر انسولينيم. الاثنين كنا بنشوفهم زمان في بالذات في حالات البايباس لو عملت سيمبل لوب. في الرو ان واي الكومبليكيشن ده مش موجوده. طب الجزء بتاع البراتيك سيرجريز كان مسد مني في الفتره بتاعت اللي كان فيها مشكله في الانترنت. حضرتك السيفست بارياتريك سيرجري كسيف؟ لا هو ما فيش سيفست. هو الريسك اوف كومبليكيشنز اوفرول في هم اكتر تو بروسيدرز بيتعملوا السليف والرو ان واي جاستريك باي باس. دول الجولد ستاندرد اوبريشنز. الاوفرول ريسك في السليف 3%. الاوفرول ككل ككومبليكيشنز اتول الاوفرول ريسك في الرو ان واي 5% لان حجم الميجر الحجم البروسيدور في الرو ان واي اكبر من السليف. يعني السليف يعتبر سيمبل بروسيدور يعني بالنسبه لنا دلوقتي بالنسبه لانواع الدباسات وانواع الدبابيس اللي موجوده والكارتريدجز تعتبر سيمبل بروسيدور. بتعمل عمليه بتعمل في اقل من ساعه الا ربع يعني تقريبا.
ايوه ماشي، شكرا دكتور رفعت. الدكتور محمد، بالنسبه كان في للالترناتيف ميديسن. ايوه دكتور عباد، الالترناتيف ميديسن في التريتمنت اوف نافلد او مافلد، راي حضرتك ايه؟ طيب هو انتن لو ما فيش FDA approved medication للتريتمنت اوف نافلد، لكن طبعا البيشنت وقصة البيشنت بتاعنا وعلى مستوى العالم كله عايز يجرب حاجة جديدة وعايز يجرب حاجة هو بيعتقد ان هي سيف، يعني يقول لك ان الهيربال ميديسين او التشاينيز تراديشنال ميديسين او كلام ده كده كلها هو بيعتقد ان هي سيف. ففي يعني انا في رأيي ان الهيربال ميديسين في حاجات كتير او الالترناتيف ميديسين في حاجات كتيرة، احنا دايما الحاجة ان احنا التارجت ان انا اعالج الريسك فاكتور اللي دخل العيان في الحاجات دي، فاللايف ستايل موديفيكيشن اعتبرها الترنتيف ميديسن، الاكسرسايز اعتبرها الترنتيف ميديسن، الدايتري سبلمنتيشن والدايت كنترول اعتبره الترنتيف ميديسن. في حاجات في الترنتيف ميديسن دايركتد اجينست مثلا الديسليبيديميا اجينست الانسولين ريزيستنس، في حاجات زي الاكوبانشر والاكو بوينت زي الحاجات اللي هي الشاينيز هيربال. الشاينيز هيربال في كلام كتير جدا في الشاينيز هيربال، وقال ان هي بتعمل ريجوليشن للليبيد ميتابوليزم وبتعمل بتحسن الاكسيديتيف ستريس اللي عند العيان ده وبتمبروف حتى الماكروبيوتيك الماكروبيوما اللي موجود في البيشنت ده، وعشان كده بتحسن النافل. في كلام كتير على الماكروبيوتا والبروبيوتيك والبريبيوتيك والسيمبيوتيك والكلام كتير جدا والرول بتاعها، لكن برضو مش ابروفد او مش FDA ابروفد. الهيربال ميديكيشن في حاجات في الهيربال ميديكيشن طبعا احنا كنا بنستخدمها من 50 سنه من زمان، يمكن احنا عواجيز شويه، الميلك سيسم اللي جالون والسيليمارين والحاجات دي من الحاجات برضو اللي ليها رول، لكن مش للدرجه ان هي تبقى ابروفد كتريتمنت. الكروكامين والكلام اللي هو بيبقى كلام عليه كتير في برضو ليه رول. الميلاتونين والامبروفمنت للسليب، الامبروفمنت للسليب والديستربنس اوف السليب ديستربنس وخاصه في اليانج ايج، دي من الحاجات اللي هي متهمه ان هي ليها رول في النفل في العينين النفل. الاوميجا 3 والاكل اللي فيه اوميجا 3 كتير، الاويل فيش والحاجات دي كلها ليها دور. في حاجه برضو من الحاجات اللي هي موجوده عند العطار اسمها العنب الذهبي او البربرين، موجوده حتى في بعض الاي هيرب وكلام ده كده، مواقع الهيرب برضو ليها رول. ففي حاجات كتير. ايه الذهبي؟ اسمه ايه هيك؟ عنب الذهبي يعني ايه العنب الذهبي ده وراني ايه؟ يعني حاجة ما بين العنب وما بين الفلفل الأحمر ده، يعني أو ما بين يعني ما بين العنب وما بين الكريز كده، بس هو يعني شكل العنب اللي هو الطويل شوية كده، بس ده ليه رول في الفتر. أنا سمعت في البلح المر ده سمعت عنه عند العطارين، البلح المر ده بياخدوه للديابيتس، هو بس بياخدوه عباد بياخدوه للويت ريدكشن ده. ما انا ولا حاجه، بياخدوه للدايبيتس واللي هو البلح المر ده، ما يعني بياخدوه عشان الويت ريدكشن. برضو من الحاجات الالترنتيف الفيتامين اي، واحنا قلناها برضو الالترنتيف الافويدنس للفراكتوز زي ما الدكتوره دينا قالت، برضو من الحاجات الالترنتيف. ففي حاجات كتيره جدا في الالترنتيف ممكن نقول ان هي بتساعد لكن مش هي ابروفد تريت. لا وفي بالنسبه للدكتوره دينا في الجزء اللي كان النت واقع مني، على فكره انا في نفس المكان في نفس البوزيشن ومع ذلك النت قوي، كانت تقريبا ارواح شريره، انا ما غيرتش مكاني والله. لا حد انا يعني اللي بالنسبه للفود ماب حضرتك اتكلمتي عنها؟ انا اتكلمت الفود ماب. ايوه، لان انا كان ليا سؤال لما الواحد قرا شويه، لان انا لو تجنبت الفود ماب او الدايت الريتش ان فود مابس مش هلاقي حاجه كلها. يعني لو بصينا احنا في حاجه بتقعد تقول الدايت ريتش ان فود كذا 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 كذا، فالواحد بقى يجي يحسبها بقى ابليك يعني عشان كابلكيشن، طب انا هطبق وفجأة ان انا مش حاجه كلها. فراي حضرتك ايه؟ يعني قولي لي لو عايز اقول لك زي ما تكون ما فيهاش فود ماب هاكل ايه بقى؟
زي ما قلت لحضرتك، هو الفود ماب ملوش اي علاقه خالص بالنفد والفاتي ليفر ديزيز، ملوش اي علاقه خالص. الفاتي ليفر ديزيز انا هعيد الحته دي فيري شورتلي، ليها رولز احنا بنمشي عليها، ازاي تنزل الوزن قد ايه في قد ايه، وكمان لازم تبقى زي ما دكتور محمد قال، تبقى فولود ب يعني يا اما بقى عن طريق الانترنت، يا اما عن طريق بروجرام، يا اما عن طريق دكتور. لازم يبقى في شويه رولز بنمشي عليها. طب ايه هو نوع الدايت المكتوب في عينين فاتي ليفر ديزيز او عينين الميثاد او عينين نفل؟ هي الوحيد اللي مكتوب هو الميديترينيان دايت الوحيد. مجموعة الفود ماب دي اتحطت علشان يقللوا الفلاتولنس والدايرية والجي اي ديستربنس. تمام، لو انا قعدت اطبق حاجة هي مش موجودة، ومفيش ستاديز قالت اي حاجة ليها علاقة بالفود ماب، مفيش حاجة ايفيدنس بيس. طب تدخل بقى في مجموعة زي ما دكتور محمد نجيب سأل، طب في الكيتو، طب في مش عارف ايه، طب اصل نزل بقى امبارح لسه رجمن جديد. والله احنا ماشيين evidence based. الevidence based قالت ايه؟ كل الستاديز ماشيين على الميديترينيان دايت، محدش اتجه لاي نوع من انواع الدايت تاني. لا انا اقدر اقول ولا اي حد تاني، انه محدش عارف الدروباكس بتاعت الدايت دي ايه. ما هو كل دايت وله الدروباكس بتاعته. تمام، فلغاية دلوقتي مفيش حاجة evidence based. ده الموجود في الليتريتشر الحقيقة. شكرا جزيلا. كان في اسئله جت في ان الماكسيمم ديوريشن فور فيتامين اي تريتمنت النفل، هل مكتوب في اي يعني ريكومند ديوريشن، ولا لو خدنا لو دوز فور لايف مفيش مشاكل؟ ده سؤال مبعوث من حوالي 10 دقائق على الجروب. السؤال الثاني طلع بقى سؤال تاني كده بعد اذنك. الديوريشن الماكسيمم ديوريشن فور فيتامين اي انتيك، مفيش حاجه مكتوبه فيها دكتور عباده خالص. الماكسيمم ديوريشن دي مفيش حاجه مكتوب فيها، يعني هو الاوفر دوز، ان احنا ده افويد الاوفر دوز بس، لكن الماكسيمم ديوريشن مفيش حاجه فيها. وزي ما انت قلت كده، احنا الفيتامين اي بنديه للستات بقى، بلاش الرجاله عشان الكانسر بروس فدي يعني ايه الثريشولد اللي عنده نعمل ايكو كارديوجرافي للبيشنت المابل؟ دكتوره دينا، مفيش حاجه عين المابل يعني هو كل يعني اللي متحدد ديوريشن فيها الحاجات اللي فيها ويت لوس، يعني يقول لك ويت لوس ل 10% مور ذان 10% لو العين في فايبروزيس، 5% لو العين في نفل ما دخلش في فايبروزيس او ما دخلش في فايبروزيس. فدي لكن ديوريشن مش مكتوب فيها ديوريشن. شكرا دكتور محمد، شكرا جزيلا. دكتوره دينا، الفكره ان اكوردنج لان هو يعني اللي احنا الحاجه اللي الكوز اوف ديث او اكتر حاجه احنا بنخاف منها في مريض المافلد في الغالب الكارديوفاسكولار ريسك او الكارديوفاسكولار اكسيدنتس. فهل في ثريشولد سواء بالفايبروسكان فايبرس كان وذ كنترول اتنشن بارامتر او اي بارامتر ثاني عند هذا الثريشولد اقول للعين لازم تعمل ايكو، ولا قصه سبجكتيف؟ لا الحقيقه هي مش سبجكتيف. خليني اقول لحضرتك ان الجايد لاينز قالت اولا منها الايجيبشن جايد لاينز اللي احنا عملناها، وكمان الابازل جايد لاينز كلهم، وكان من قبل كده الاس ال دي كمان قايلين انه البيشنت العين النفل او المفل at risk of cardiovascular events. لا اي عيان مفل هيك هتبعته يعمل cardiovascular evaluation، بدايتها بقى من الاكو والاي سي جي والليبيدز والترايجليسرايد كله تمام، لانه ده الكومن كوز اوف ديث بتاعه زي ما حضرتك قلت بالظبط هو الكارديوفاسكولار. فواحده من الريكومنديشنز بتاعت كل جايد لاينز عيان المفل تبعته يعمل cardiovascular evaluation. يعني كده لازم من ضمن الكريتيريا بتاعت التشخيص اخلي كارديولوجيست معايا هاند باي هاند.
رايك كده مظبوط حبيبي. دكتور محمد اتفضل. دكتور محمد حضرتك بتري do you rely upon liver enzymes in assessment of patient with NAFLD or MAFLD؟ يعني الليفر انزيم وي كان نوت ديبند على الليفر انزيمز ان انا اشخص بيها العين ان هو دخل في سياتوزيس او دخل في نافل، لان ممكن تبقى الليفر انزيمز كلها نورمال. لكن من الكرايتيريا اللي انا بحطها في ريسك ستراتيفيكيشن ان انا بحط العين اللي عنده سياتوزيس وعنده ليفيتد اي اس تي، يعني دي من الريسك ستراتيفيكيشن. لكن ما بعتمدش تماما، ممكن العين يبقى عنده ادفانسد او سيفير فاتي ليفر انفلتريشن ويكون عنده كل الليفر انزيمز نورمال. فانا ما اعتمدش خالص على الليفر انزيمز اللي مش موجوده ان انا ادخلها خالص في الريسك. يعني دكتور محمد يعني كده وحرك يعني حاجة don't rely. سامعني؟ لا. ألو؟ لا لا أيوه طلع بعد مع حضرتك. آه يعني حاجة don't rely على liver enzymes و if relying حركها تريلاي على ال AST وليس ال ALT. ده اللي فهمته من حضرتك. خصمين ده أنا أعتمد على ال البي تي سي زي ما حضرتك. لا هتتحط بس مع الكرايتيريا ان انا وانا بعمل اسيسمنت الريسك، لكن مش معتمد عليها خالص. الصوت عندي حضرتك سامعني؟ الصوت كان قطع طول الوقت. دكتور أدينا نرجع تاني. أنا سامع حضرتك دكتور أدينا. ماشي. حضرتك ليكي تعقيب؟ ليكي تعقيب دكتور أدينا؟ لا 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 على حضرتك قصدك على الليفر انزيمز. أنا مع دكتور محمد طبعاً ان احنا we don't rely على الليفر انزيمز، لان 80% من عينين المفلد في اي ستيج من الستيجز بيبقوا عندهم نورمال ليفر انزيمز وما نقدرش نعتمد عليها نهائي. علشان كده في diagnostic criteria لا ما بتدخلش فيها خالص الليفر انزيمز for diagnosis. انا مع دكتور محمد تمام. ماشي شكرا جزيلا. طب دكتور رفعت، دكتور رفعت موجود معانا؟ معاك يا دكتور عبادة. طب بالنسبة حضرتك للعيان لو حضرتك هتعمل له جاستريك بارياتريك سيرجري وات ايفر نوعها، بالنسبة للليفر انزيمز حضرتك يعني بتحطها ان مايند كسيرجن ولا بيبقى قصة تخدير بس دكتور تخدير هو اللي يطمن؟ لا ما انت عارف حضرتك احنا اللي بنحضر العيانين للسيرجن، بس هي برضو من وجهه نظر جراحيه. يعني هي هل هي كوركتابل كوز؟ يعني انا دلوقتي بتكلم على كوركتابل كوز ولا ده كوركتابل كوز؟ يعني اللي يفرق معايا انا احطه في الكونسيدريشن الاوبستراكتيف طيب من الاليفيتد ليفر انزيم زي مثلا سي بي دي اوبستراكشن اللي هي ترانزيانت، انما لو هي وبرضو الليميت بتاع الاليفيشن يعني بتكلم دبل تريبل نوت مور، يعني اكتر من كده هيبقى الريسك لانه ممكن يدخل في فالمنانت. يعني حضرتك بالنسبه لك لو جه حضرتك حد هيعمل بارياتريك سيرجري والليفر انزيمز اليفيتد سي دبل فولد مثلا 80 على 40 حضرتك ممكن اكسبت؟ لا ممكن اكسبت لحد الرقم ده، اعلى من كده لا. بس بشرط ما يبقاش عنده اوبستراكتيف مانيفيستيشنز، يعني ما عندوش ستون، ما عندوش حاجه عامله اوبستراكشن يعني. طيب ماشي كده شكرا جزيلا. اعتقد احنا كده غطينا معظم الاسئله. لو في حد، انا ببص على الاسئله التنديز بعتينها. ااا
كده تقريبا تم الاجابه على معظم الاسئله. الزملاء الاعزاء البانلس في البورد في الجيفس، هل حد له اي تعقيب علينا؟ والله يا دكتور عبادة احنا شاكرين جدا جدا للقامات الجميلة يعني اخواتنا واساتذتنا. منورة دكتور احمد معانا، دكتور احمد مراد منورنا يعني بالعفو. انا مستمتع من اول اللقاء ما شاء الله، يعني قامات كبيرة قوي، ويعني فعلا جزاكم الله كل خير. يعني دي زي ما بيقولوا حلقة دوكيومنتري النهاردة ما شاء الله. شاكرين، ربنا يحفظك. حضرتك اي تعقيب او اي اضافات او اسئله على دكتور احمد او اضافات على اللي اتقال؟ لا، ماذا اقول بعد قل ما قيل؟ خلاص العيان اللي بلع خلاص الاثنين اللي بلعوا. شكرا، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. اعمل فيهم ايه دول؟ والله اللي كان البالونه ده يعني فعلا محتاج الشركة لازم تتبلغ تدينا بالونة تانية صراحة. يا باشا ريحك يا دكتور عبادة، لما كنت هتشيلها من جديد. لا الحمد لله، لا وربنا ستر انها عدت. بس على فكرة اقول لحضرتك على معلومة بقى، انا دايما العيانين اللي بركب لهم سي بي دي ستنت بقول للعيان لو تلاقيت حاجة بلاستيك كده نازلة من الحمام الحاجة دي تخصني، يعني ما ترمهاش، تيجي بالي. بس الستيننج بتاع اليورين يا دكتور عبادة، يعني هل هو ما لاحظش ان اليورين بقى بلو؟ اعرفهم شخصيا والله، ولا لاحظ ولا اي حاجة. ولا حاجة، افتكرت الفيلم بتاع كلت المرحوم. هو مش اكسبكتنج حضرتك، يعني طالما مش اكسبكتنج ما بيدورش. فهي بسات ربنا ان ما كانش فيه كومبليكيشنز، لان يعني الحمد لله عدت ولا حاجه، واثنين عيادين وانا اعرفهم شخصيا، فعارف ان القصه يعني انه ما يعني ما فيهاش اي هزار. فدي من ضمن الحاجات اللي بنقابلها يعني. خير الحمد لله يا باشا، احنا جراحين بنقابل الحاجات دي كتير بقى عادي يعني. شكرا جزيلا. اعتقد كده ما فيش حد بعت اسئله جديده، و وبنشكر كل يعني طبعا البانلس اللي شرفونا النهارده، ليديز فيرست بقى الاستاذ دكتوره دينا عطيه، والاستاذ دكتور محمد امام فرغلي، واخويا وحبيبي الاستاذ دكتور رفعت النجار. بشكركم على وجودكم معانا والمجهود اللي بذلتوه والمعلومات اللي استفدنا كلنا بيها، وانا شخصيا استفدت طبعا من تواجدي معكم، وبعتذر جدا عن المشكله بتاعت الاتصالات النت. فيعني الحمد لله رب العالمين نجات بسيطه يعني. وبشكر دكتور احمد مراد ودكتور محمد نجيب وزملائي في بورد الجيفس اللي كانوا موجودين معانا في البانلست، وبشكر كل الزملاء الحضور الاتنديز، واتمنى تكون اللي يكون الويبينار ده قدم افاده بصوره عمليه للحاجات اللي احنا بنشوفها في الايفري داي براكتس. وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور عبادة، شكرا لحضراتكم جميعا يعني على القيمه والقامه يعني. شكرا جزيلا. في حفظ الله. السلام عليكم.